اهلا كابتن، حبيب قلبي، يعطيك العافية. تاكل زبطنيها. انت يوفي انا ميلان. كيفك؟ اللي تمام لو متفق معك مصاري 100%. انا لبست ميلان، قلت هلا بس شوي عصبه يعني بالاول اللايف. رديت لك اياها دغري عدميتها. ايه والله. يا كيفك حبيبي انت؟ ماشي حال؟ كيفك حجر؟ والله شي بيزهق، شي بي يعني عن جد شي رهيب، تعبنا. امين بيقول لك شيل شليح البلوز. امين يونس، ما بعرف اذا علي ولا عليك، بس بعتقد عليك انه قصده كوتش علي، كمان ايوه جاتوز، قصده علي. يعني كوتش كمان جاتوز ما في زعله. عرفت كيف؟ امين يونس. انت هلا بلجيكا ما هيك؟ قال لك انه عم نزقف من ثواني نحن كمان عتماني بزقف. عنا. كيف القعدة هونيك هلا تقريبا؟ والله ماشي حال الحمد لله، يعني مثل كل هالعالم. مثل عم تشتغل شيء خاص بالفوتبول ولا مبعد شوي؟ كنت قبل الكورونا، يعني كنت مبلش باكاديمي، وهيك مش اكاديمي خاصة، ممنوع لانه ما في مين من كان على ذوقه مثل عنا بلبنان. والله انا قررت اعمل اكاديمي، يلا جمع الشباب وبلش، ممنوعة هيدي هون. ايه فحتى يعني انا وانا لاعب بروفيشنال بحق لي مرن اعمار معينه، ممنوع مرن مثلا من 9 سنين والطالع، ممنوع انا مرنهم، لازم يكون عندهم كوتش خاص، كوتش ايه عنده فهمت عليك. شهادات وعنده ما بعرف شو. يعني هول الحركات بلبنان اللي عندنا اياهم بلبنان هون ما في منهم ابدا. ايه ايه مزبوط. فانا وقت اللي بلشت انه جيت تبلش، يعني اتفقت انا وفريق وكنت فريق، يعني كنت انا على اساس العب معه، وهي قصه بنحكي فيها بعد شوي، جيني علي بعد شوي هيك. ف ايه فمن بعد بنبلش من اول ما بلشت فوتبول بلبنان. مثل ما بدك. انت وين بلشت؟ انه عرفك الجمهور اكثر شيء مع السلام، بس انت مع كنت تلعب السلام، مع انا الاندية. انا بدايتي كانت صراحة، بدايتي كانت بدورات شعبية، بيجي حدا بيخبرني انه في منتخب لبنان عم يعملوا تجارب، كان وقتها في ملعب الفوز بعده بصاب الزهري، ما بعرف اذا بتعرفه، ملعب كانوا يجوا ملعب الوحيد مثل الملعب البلدي يعني قريب عليه وهيك. سو فاجا خبرني فيه انه في تجارب منتخب لبنان لفئه الاشبال، زي جرب حظك. هلا انا طلعت هيك انه انا ماني ماضي مع فريق، وبتعرف بلبنان يعني من انا وصغير بوعى انه في واسطات، وفي هيدا مرق لي اياه، وفي هذا لم مرق لي اياه. قلت يلا بعد بجرب ما هيدي كمان، هلا جينا عليها حديث، جينا عليها. المهم قلت بنزل بجرب، ما عندنا شيء. نزلت والله كان فيش 70 80 تلميذ، والله نقوني من بيناتهم على بيروت محافظة الشمال، نقوا منا شي 3 لعيبة وكنت انا بيناتهم. فرحت نزلت على بيروت تذكر وكمان مين كان؟ انه حدا بنعرفه ولا ما وقفوا فوتبول بعدين هن؟ لا كله وقفوا بول ما عادوا، بس صرت بعدين مع عبد الله طالب، هول هيدي المواليد، عارف كيف؟ ايه فنزلت على بيروت. هلا عبد الله طالب وما عملوا التجارب، لانه كان تجارب للعيبه مش معروفه، عرفت كيف؟ مش ماضي مع مظبوط. انديه، لانه كانوا الانديه ايه هن يجيبوا لعيبتهم. سو نزلنا على بيروت، لما نزلنا على بيروت صارت تجي لعيبه العهد، لان انا رحت على بيروت صراحه، نزلت على ما كنت بعرف الملعب وين اصلا، فنزلت مع ايه خيي عادي ما مستحي منك، كنت حامل شنطه بيبسي هيك، ربحانينا بالبيبسي شنطه هيك ونازل فيها، عن جد مش عم نمزح معك. جاي لعيبه النجمه، شي 7 8 لعيبه، بتعرف انت سيرفيتوان نجمه، ثياب لعيبه الانصار، لعيبه اللي هو كل واحد مناخيره بالسما فوق. وانا شي جيت هيك قلت له خيي شو هيدا، انا شو جاي اعمل هون هيدا؟ انسى هون، ما يمشي حالي ما يمشي حالي. قال لي يلا لو انه جينا وهيك. فوالله صاروا يعملوا قسموا الملعب لكذا كاري يعني هيك، كذا وكنا اسم. كذا قسم، وصار وعملنا بلشنا. عيطوا لي والله، اول حدا عيطوا لي كان كوتش بابكان، عرفته بابكان اللاعب الارمني كان يلعب ايه كان منتخب عيد ميلاد من كم يوم. 100% هيدا هو، كان كثير كثير ايه بيحبني كثير، بس ما عدت تواصلت معه ابدا. المهم بيعيط لي على جنب بياخذ هيك بقى اسمي، والله ما عدت عرفت عنه ولا شيء، مع انه كان كثير يحبني. حتى اجت فتره صار هو، لانه للاسف ما كان في حتى اجار الطريق يعطوه المنتخب، فكان هو يوصلني ايه بتذكر يوصلني على الدوره، يامن علي هو بسيارته الخاصه، اوقات يمرق مثلا يجيب لي ساندويتش وهيك، عن جد كان كثير يحبني.
حتى انه يعني اعطاني عرض بوقتها امضي حكمه بيروت وتسجل مدرسه الحكمه، يعني هيك عرض كان بوقتها بتذكره. فبي رفضوا انه بحجه انه لا مدرسه، نحن ما بدنا الفوتبول، بدنا مدرسه وما بدنا مدرسه وهيك. فالمهم مشى حالي حديث المنتخب الأهل. 100%، وصلت على اخر مرحله المنتخب 23 اسم بدنا نسافر على فرنسا. فهون صرت مضطر انت تمضي مع الفريق لانه الاتحاد ما بقى يراسل، ما بيراسل لعيب، الاتحاد بيراسل النادي. عرفت كيف؟ بيراسل النادي انه والله اللاعب كذا كذا بدنا اياه بوقت هيك بوقت هيك. مظبوط. فكان بيي من مغرمين بالرياضه وادب، سامع فيه اكيد هلا صار فريق درجه ثالثه، يمكن بعتقد اكيد درجه ثالثه. انا ما وانا اقدر كنت اكمل. وانا وانا كنت من من جمهور الرياضه وادب، يعني انا كنت بتذكر حالي هيك صغير انزل على الملعب وشجعهم، وكنت احبهم كثير يعني. بس بوقتها من سوء حظي يعني توقف عليهم، وقف الدعم عنهم، وصرت مضطر امضي بدرجه ثانيه. بوقتها كان يمكن بلش الدعم يخف وهيك، فاضطرينا نمضي. مضيت مع الفريق، وهون كانت شو بدي اقول لك، هيدي كانت تطب شوي عندي بالنسبه لي بالفوتبول، لانه ما في عندهم، كان فئات عمريه ما كان عندهم، بس يلعبوا رجال وهيك. فتنزل على التمرين انت ما حدا يعطيك اهميه، ما حدا يعطيك شيء، فبتصير عندك مثل احباط، عرفت؟ فما فهمت. التزمت شهر شهرين رجعت وقفت. عرفت كيف؟ يعني حياتي الفوتبول مرقت هيك شوي بمطبات. بعدين التفتت لدرسي اكثر وصار وزني يزيد، زاد وزني منيح انا فتره من الفترات. بعدين ما بعرف هيك شو خطر لي انه لا انا عندي حلم بدي اعمله بدي اوصل له. رجعت على الفريق، نزلت على الرياضه ورجعت وصرت بعمر صغير. انا كنت عم بلعب بالرياضه، حتى اول جول اللي جبته كان عمري 16 سنه، جبته ضد الاصلاح على ملعب البلدي، كان بلدي الاحتياط، جبت جول بعمر 16 سنه، نزل اسمي على الجرايد وما بعرف شو. من وقتها بلشت حسيت حالي انه اوف ايه، وهيك بلشنا. طلع لعبت معهم تقريبا لعمر ال 24، هالسبع سنين او ثمان سنين معهم. تقريبا بالسنه الرابعه او الخامسه بلشت تجيني عروض على درجه اولى، كثير عروض انه هذا لاعب كثير ممتاز. وانا بالفعل كنت كل موسم اعمل سبع ثمان جوال غير الاسيست اللي اعملهم، غير كنت كثير لعيب يعني بوقتها، كنت كثير مميز معهم. فكل سنه يجيني عرض يجيني عرض. ونفس الشيء عندنا بلبنان، مدير النادي اللي هو كل شيء يعني، اوكي في رئيس بس بيحط مدير، هو الدنيا كلها، هو اللي هو الكوتش، هو الرئيس، هو اللي ما بعرف شو، هو اللي صاحب السمسرات يعني للاسف، مظبوط. هو صاحب الكوبونيات هيدي تبعت اللعيبه، بحب ثلاث اربع لعيبه بيجيبهم. المهم صار هذا المدير، ما بدنا نذكر اسمه مع اني كثير بحبه وكنت كثير شجعه يعني. المهم هذا صار ياخذني ويجيبني، مره بده فيني 100,000، مره بده فيني 50,000. بوقتها كانوا اهم لعيبه لبنان ما يدفعوا فيهم 20,000. تعذبت معه كل موسم نفس الشيء، كل موسم نفس الشيء. وصلت ل بالعمر ال 24 صار بدهم ياني السلام، وكان عندهم السلام كاس اتحاد اسيوي. يعني هذا كان يعني انا كان عندي واتر 100%. بوقتها انا كان عندي حلم العب درجه اولى، وكاس اتحاد اسيوي تخيل يعني، تخيل انت يعني عند مثل صار عندي حلمين، وكاس اتحاد اسيوي وكذا، وهيدا حلمي. هلا اذا ما انتقلت انا خلص. وبالفعل بوقتها انا كنت حاطط انه يا بنتقل بلعب درجه اولى هالموسم، يعني انا خلص بطلت فوتبول. فصارت شوي هيك قصص، لحتى مش انه مش الحال، حكينا معهم اتفقنا معهم، اخذوا مصاري منيح بوقتها. بتذكر دفعوا فيني السنه 23 مليون بوقتها، يعني ب 17 الف دولار تقريبا، يعني شيء لعيب درجه ثانيه، كان درجه ثالثه كمان رياضه، كانوا يمكن على الدرجه الاولى. فلما طلعت على السلام هون كان عندي، هون التشالنج كان بالنسبه لي، هون يعني هون التحدي كان للعالم ولنفسي انا، انه كثير عالم صار يقولوا انه عمر انه اوكي هو لعيب بالدرجه الثانيه وعامل وشايل، بس بالدرجه الاولى غير وضع وغير سيستم وغير وبتعرف انت المحبين كتار بيصيروا بهالوقت، انه بيصير انه شو حتعمل انت بالدرجه الاولى. فهون عن جد كان دافع كثير لي انه انا لا يفرج العالم انه انا بستاهل اكون بالدرجه الاولى، ومن زمان مش هلا. والدليل انه انا باول موسم لي مع السلام صغرته عملت اسم يعني ما في حدا ينكره، ما بعرف اذا انت بتتذكر هالشيء. وانا الفضل اكيد الفضل بعد رب العالمين، الفضل يعني ولجهدي انا بعد رب العالمين، جهدي انا وتعبي، الفضل للكوتش بيتر. هذا الكوتش بيتر لو ضل مع السلام صغرته بعد سنتين، السلام صغرته بيعمل بطل دوري. ما بعرف هلا بدعوا انت تضحك على الكلمه او ما بعرف، بس انا مثل عم اقول لك كوتش بيتر من معك حق. احسن كوتشي اللي اجوا على لبنان. ما بعرف كيف ترك لبنان وفال وصار يجيبوا هالمدربين اللي ما بعرف شو هن، عرفت كيف؟ هول الدقه القديمه اللي قادوا، بس القاد ولياقه بدنيه وما بعرف شو.
كوتش بيتر احسن كوتش ممكن يجي يعني شو ما بعرف، انا ما شايف مثله كوتش عن جد يعني. لعيب يعني اللعيب معه بيتطور بشكل يعني، انا بنزل على الملعب، كنت انزل على الملعب اعرف حالي شو بدي اعمل. انا بتعرف شو العب، انا هلا بلعب ارتكاز، انا هلا اخر فتره لعبت ارتكاز، بلعب 10 شوي وارتكاز يعني نمبر 6 بيلعب بالملعب. انا مع بيتر لعبت جناح محل ايدي، ما بيلعب طرف الشمال، مهاجم شمال، وكنت من احسن انا مظبوط. وابو بكر ولوكاس عاملين ثلاثي، بتعرف انت يعني امبارح عندي حضرت الماتش تبع الخير اذا ايه خلص بتتذكروا، ايه مش شيء امبارح بالليل ما بعرف اذا شفت، نزلت صورة على على الفيسبوك. انا 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 امبارح بالليل وجاكو بالفعل ايه مي انت وجاكو بكر ولوكاس ولوكاس او ايه من كان رهيب يعني، ما كان في فوتبول مثل ما انه الفوتبول الاوروبي او شيء بوقتها يعني، انه عم بس كنا منيح بالنسبه لوقتها. انه انت قديش كان عمرك وقتها؟ عم تحكي انت عمرك كان 24، ابو بكر 24 كان قد ايه عمره؟ كان عمره جاكو قد ايه 22 كان عمره؟ جاكو ايه شو جاكو كان 21 ايه 20 ايه 21 100% يعني. بوقتها كان في عنا كان في كان في كان افضل من هلا يعني، حتى لو هلا انه صح مش هالسنه اللي قبل مثلا او اللي قبلها، والسنه اللي عملنا فيها تنين ما كان عندنا الاسامي اللي عندنا هون هلا يعني، ليك حتى السنة، كاجانب يعني. ليك هلا جايين على الموضوع، موضوع السنة اللي عملنا فيها تانيين بنحكي فيها، بس انا عم اقول لك يعني لو تسالني انت مع مين احسن كوتش مرنك، مين كان افضل كوتش ممكن يجي على لبنان، انا بالنسبه لي لكثير لعيبه مثل الكوتش بيتر ما بيجي تخيل. بس لما كان قبل الماتش يحضرنا للماتش، عم اقول لك تنزل على الماتش كانه انت شايف الماتش قبل، يعني عم تلعب كانك شايف الماتش كيف بتتحرك. انا بحياتي مش لاعب يعني طرف مهاجم شمال بحياتي، حتى انا وصغير انطلاقتي كانت نص ملعب، لعبي مهاجم شمال ودغري مشيت يعني مشاني دغري وصرت من احسن اللعيبه بمركزي. فعن جد خساره كان انه يترك لبنان ويمشي، خساره، وانا تفاجات كيف تركوه مشي. اجمالا صار في كذا شغله يعني اللي ادت انه يترك، لما كل شيء فيه انحكى يعني، انه ايه ما كان لازم يترك بيتر يعني. انا انه على القليل كان لازم يجي حدا من الكاليبر تبعه. هذا لازم يضل هذا ليك هذا الفوتبول اللبناني يتطور، هذا عنصر من العناصر اللي بتطور الفوتبول بلبنان. ما حد يعني عرفت انه هذا المدرب عن جد الاوروبي اللي ممكن يوصل الفكر الاوروبي لعنا. يعني انا عم اتخيله هذا، ما اتخيل هذا مع 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 تيم بلبنان مثلا عنده اسماء مواهب وهيك رهيب. انا عم ايه ما هو ايديش حاضي لو هذا المدرب لعب هلا. اوكي طلع مره حكي انه هو اللي ما قبل ايديش حاضي او شيء ما بعرف هيك صار سمعت فيها، او اول ما اجى اديش حاجه على السلام يعني هو رفضه او ما بعرف، ما بتذكر الموضوع هلا اذا صار. بس المهم وقتها اجى ايدي كان لعيب فوتسال يعني، كان بده وقت يتعود كمان على الملعب الكبير ممكن، بس انا بدي كمان. اقول لك لو اديش حاضي موجود ضل مع المدرب هيدا، اديش حاضي اليوم تريب اديش حاضي هلا كمستوى، اديش حاضي ضل ايه هلا اديش حاضي عانى معنا انا بتذكره سنتين، اديش حاضي هو شو بيعرف يعمل يعني، كل شفت الضجه اللي عاملها ايدي قد كان قد ايدي منيح، رغم هيك ايدي كان في يعمل لسه احسن يعني، ايدي عم يشتغل على مجهوده هو. ما بتذكر كوتش مره جابه لايدي قال له كيف تتحرك بالملعب، كيف لازم تتحرك انت كلاعب هون، كيف لازم تدافع، امتى لازم تدافع، امتى لازم تهاجم، امتى لازم تفوت لجوه، امتى لازم تلعب من برا. يعني لو كان هذا الكوتش عم اقول لك كان ايدي عامل كان ضرب ثلاثه. ديك فللاسف هلا في عنا مشكلة لبنان هي مستوى التدريب. هلا في عنا مدربين ممتازين كلبنانية حتى يعني، بس في فرق كتير كبير بين التدريب بالدرجة الأولى والتدريب بالأكاديميات مثلا. ما أكيد إذا هلا متابع آخر كم سنة أكيد أكيد بالأكاديميات، تدريب عالي جدا بالأكاديميات يعني، ما عم نحكي بالأكاديميات التجارية، عم نحكي لا لا بالأكاديميات فهمت، صار عندنا أكاديميات على مستوى صح مية صح بالمية بس ما عندنا، بس ما عم يعني في عندك شيء انه لعيب بيطلع بعمر 18 منيح ما عم نخرج وجيد لعيبة بيلعب ايه، بس ما يا ما بيكفي مثل مثلا اليكس بوتروس من ورا كذا مشكل، يا اما بيصير في عند يا اما بيضيع يعني، بتخسره يعني. ما في تأقلم مع الدرجة الأولى، أوطى منه بكتير كان مستوى تدريبي يعني. هي هون هيدي هي اللي عم اقولها عنها انا، هيدي هون هي شغله الكوتش، هون لما يخلي اللاعب هون شطاره الكوتش، مش يجي على فريق
في لعيب خبره وما بعرف شو يجي يعمل فيه بطل او يجي يخليه يلعب. هون قوه الكوتش لما يطلع لعيب بعده جاي من اكاديمي يعني من ملعب صغير يفوته بجو الملعب الكبير بظرف اربع خمس جيمات. هون قوه الكوتش، وهذا اللي فقدناها بلبنان نحن يعني قليل جدا. مثلا بقول لك بس مرمر تاع العهد، شوف بيطلع لعيبه الاكاديمي وعم تفوت دغري وعم يعملوا عم يعملوا يعني يعملوا نتائج كثير حلوه، يعني هيدا واحد منهم، مظبوط. عرفت كيف؟ ف يعني قليل جدا انك تلاقي بقى كوتش بلبنان والله قادر يعمل هذا الفرق بالانديه، يعني الفرق يجيب لهم لعيب جديد يطلع لهم. لا بده يجي لعيب، بده يجي كوتش، سوري بده يجي كوتش مجهز الفريق، عنده اللعيب اللي بده اياها وهيك يشتغل. وما فيك ما فيك تعمل هيك يعني انه اكيد انه اكيد اكيد ما كل بيقدر ست يعمل هيك. شهور انه كل ست شهور بدك تغير مدرب، ما فيك تبني فريق ولا صح فريق بينبنى. صح وكل ما خسر الكوتش ماتش ماتشين كمان راح الكوتش، يعني مشكلة اذا عن ما جد. راح بيزعلوا منه الاداره وبيصيروا ما بيدفعوا على الوقت. لا انت شوف الموضوع وين، الموضوع مش هيك، الموضوع انه بيصير الكوتش اول شهر كوتش، الشهر الثاني بيصير مساعده لمدير النادي. ايه مظبوط. هيدي بكتير عن مش بكثير، هيدي 80 ل 90% من الانديه بلبنان. انه ما انه بدك مشكله عن جد. واحد ليك عن جد، خلينا نحكي دغري، يعني عن جد حرام عنا بلبنان. وهذا مركز المدير اكثر شيء انا بيزعجني، مركز المدير، مدير النادي، لانه عاصرت مدراء عندي شيء بخوف. يعني مش ما راح احكي مش كلهم يعني، بس بقول لك العدد النسبه الكبيره منهم، اذا من 10 بقول لك في 8 منهم مش منيح، 8 منهم مش منيح. اللي بده يزعل يزعل، اصلا بيعرفوا حالهم، ما كلياتهم ماشيين على مبدا انا المدير لازم ياخذ الفرصه هلا سنه او سنتين، اخذ الفرصه جيب مصاري اعمل سمسارات ما بعرف شو كبر راسي. اليوم بتفوت انت المدير صار صاحبك وبيعرفك انت ادمي وانت مهذب وجاي انت تخدم هالنادي، بيحط حظك لسبب ما بعرف شو هو. اوقات مثلا بتصير معك بيتخانق الكوتش مع المدير، وين مين بيروح فيها اللعيب، بصيروا بيحطوك صايره هيدي، بصير الكوتش بيجي يجتمع معك يقول لك ليك المدير شو عم يعمل، بيجي عليك المدير بيقول لك ليك الكوتش شو عم يعمل. طيب مثل الأهل مطلقين، مثل الأهل مطلقين. وحياة الله هيدي عم تصير. كيف بدنا نعمل فوتبول بلبنان؟ كيف بدنا نعمل فوتبول بلبنان؟ 100%. لا في عنا كتير مشاكل، يعني حتى انه مثلا من مديري الأندية بلبنان، مين عامل مين دارس إدارة رياضية مثلا؟ هيدي السنقطة كمان، السنقطة كمان كبيرة. ما مش ليك تفوت اليوم تنفوت نحكي بالشأن الرياضي، هون بدنا ما بنخلص. بس انا عم اقول لك يعني اصغر، يعني اصغر الامور ممكن الانسان، ممكن شو بدي لك، ممكن خلينا نحكي كاتحاد، ممكن الاتحاد يطلع من انه يعالجه، ما عم يعالجه، يعني اصغر الامور ما عم تتعالج. هو برايك مش بس الانديه مش احتراف مش محترفه، حتى الاتحاد عندنا طريقه التعامل مش محترفه. يعني عم تفهم علي كيف؟ معلش حقولها هلا، وكمان ما عندي مشكله. يعني انا بالعكس، انا هلا على فكره طالع احكي معك واحكي كل شيء، مش يعني بس اسماء يمكن مش رح اسمي. بقول لك مثلا بالمنتخب تسميات المنتخب، وانا عندي الدلائل الكامله. انا اوقات بتطلع كيف بدي اشجع المنتخب، منتخب بلدي على راسي وعيني والله من قلبي بشجعه، بس انا كيف بدي اشجع منتخب عم يظلم، كيف بدي اشجع منتخب عم يظلم، يعني كيف عم يعني كيف بدي اقول لك. حتى بالفوتبول بالمنتخب في محسوبيات، يعني مش انه والله هيدا اللعيب بفيد، مش عم احكي لانه انا، مش انه والله انا مستدعوني او شيء، لا اوكي عندي تحفظ انه انا مستدعوني، لانه في كثير غير لعيبه بمركزي انا سوري على التعبير ما كانوا بيستاهلوا، او كانوا رجعين من اصابه صار لهم سنتين واقفين فوتبول، رجعوهم لانه هن تابعين لشخص. لانه عندنا بلبنان ما بعرف اذا بتعرف، واكيد بتعرفها انت يعني الا ما تكون تعرف، كل شيء بيشتغل بالشان الرياضي بيعرف انه بالمنتخب في اسماء يعني كيف بدي اقول لك، صحفي مثلا عنده ثلاث لعيبه هو لازم هو يسميهم، في فلان الفلاني عنده، انا شو عم اقول لك، في اسمه بالمنتخب معروفين، اللي راح لعب بالمنتخب هو بيقول لك هيدي مجموعه فلان، هي مجموعه هالثلاث اربع لعيبه اللي قاعدين هناك، هي مجموعه فلان، هيك المنتخب عندنا للاسف. هيك غدار مرة قال لي اياها، محمد غدار. وانا هلا عم اكد لك اياها، هلا اطلع احكي بصيروا يسبوك، اطلع احكي بصيروا يسبوك، انت شو عم تحكي، انت انيستا طول بالك، يا انيستا طول بالك يا جزابي، مش جزابي ولا انيستا، انا عمر زين الدين، انا شخص تعبت على حالي وكنت بستحق اكون فتره من الفترات بهالمنتخب كرمال المحسوبيات ما وصلت. كمان مش رح سمي اسماء، رئيس نادي بيجتمع بلاعيبه بيقول
انا عشان عملنا بيجتمع فينا بيقول رئيس نادي بيقول انا اللي بدي اياه بياخده على المنتخب واللي بدي اياه ما بياخده على المنتخب، واثرنا على واحد بنم طابات قالنا هيدا اذا بدي اياه يروح على المنتخب خليه على المنتخب. بحس اني اعرف مين. نشفت لوين انه كيف؟ طب انت هذا اللعيب اللي عم يسمع هذا الكلام وين؟ طب احنا بلبنان ما عندنا حافز مادي، شو عندنا حافزين بلبنان؟ الجمهور وهذا المنتخب، تطلع تمثل بلدك وتسافر وتلعب وتبين ليكون، لان المنتخب هو اول ستيب لانك تحترف، عرفت كيف؟ يعني ستيب كثير مهم لانك تحترف. انا لما طلعت احترفت باندونيسيا انا يعني ما بدي اسبق الامور وهيك، بس لما طلعت احترفت لو انا كنت لاعب منتخب بوقتها كان عقلي ضرب اثنين. شوف لوين كيف فرقت معي. المهم هذا هو المنتخب عندنا. فانت اذا بتيجي على المنتخب اللي هو عم يمثل لبنان، المنتخب ده لازم يكون الفساد بعيد عنه، كثير في فساد. طب كيف بدك تبني؟ كيف بدنا نلعب فوتبول نحن؟ هذا عم نقول لك ابسط الامور اللي ممكن نحن فينا نعالجه ما عم يتعالجه. برأيك هلأ مثل قبل؟ بعده نفس النسبة؟ بعد نفس الشيء. هلا من اخر استدعاء صار، يعني عم اقول لك لو بدي اسمي اسماء، يمكن عم بعرف تسمعني، في لعيب كان مصاب صار له سنتين مش عم يلعب مع نادي، ماشي بيلعب بنص الملعب، مش انا بحبه كثير وكثير لعيب واستاذ، بس صار له سنتين سنه يا خيي، سنه مش عم يلعب فوتبول، سنه مش عم يلعب فوتبول ولا حتى عم يتمرن، وهو مش هو منه من اللعيب اللي بيقولوا جلد يركض ويتمرن، عرفت كيف؟ فهذا يوم اخر ماتش يمكن استدعوه على المنتخب، استدعوه راح على تشكيله المنتخب، انه كيف يعني؟ انه ما فهمت. طيب ما هيدا عم يصير، هيدا عم يصير. انا مثلا مره كابتن فريق اجى علي قال لي اسمك بالاتحاد نزل على المنتخب، انت حيستدعوك هلا بالمنتخب، قال بس في حدا اعترض على اسمك، قال ليش؟ قال انا بحكي كثير. كيف يعني ما فهمت؟ كيف يعني بحكي كثير؟ قال لانه على الفيسبوك انه كل شيء بيصير بحكيه، انه يعني عشان صار غلط بنزل بحكيه، انه اذا صار غلط اي غلط بالمنتخب ممكن اطلع احكي وبهدل. طلعت هيك انه ما فهمت، وانت اخذني على مدرسه رايح تربيني انت ولا ما عم افهم؟ هلا اجمع، انت ما كنت تحكي، ما كنت تستخدم الفيسبوك كمل تحكي ضد فريقك بوقت اللي كنت تلعب ما معه. هيدا هو انا حتى ليك انا هلا كمان فرصه من خلال هون هيدي هالبيج، ان شاء الله يكون جمهور السلام عم يحضر شخصيا، جمهور السلام، لانه جمهور السلام يعني شو بدي اقول لك، معزتهم مش خاصه وبس، انا ليك اول سنتين عشتهم بصغرتا، وحياه الله عشت بصغرتا اكثر من طرابلس، حتى بغير الفوتبول عشت بصغرتا اكثر من طرابلس يا خي، كنت علاقتي معهم جدا جدا جدا، يعني كنت بحبهم كثير، وانا كنت بعرف شو كانوا يحبوني هن، وانا بعرف انا كنت على الطريق ما كنت اخلص منهم، لما مره سيارتي تعطلت بصاب المهنيه صغرتا صارت العالم متمظاهر علي، هيك العالم هذا الشيء بده يتصور معي، والله العظيم شيء بده يساعدني، شيء شعب ما في احلى منه، ما في اطيب منه، معلش بدي 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 احكي ما بخبي بشيء. خذ ريحتك. اجاني عرض الانصار، ماشي اوكي، انا صار علي لعبي من اداره الانصار، انا اللاعب فيني من اداره الانصار، بس حي الله حبيب يعني ايه، ف عم اقول اجاني عرض الانصار، وكان عرض الانصار كثير جدي، وانت بتعرف اليوم شو حلم اللاعب، يعني اليوم انت اللاعب شو حلمه؟ اوكي ليك وفى وما وفى وما بعرف شو هدول، اوكي في وفى وما وفى، بس وبعدين الواحد كيف اذا معاشك انت كان مثلا خلينا نقول 1000 دولار واجاك عقد بالشهر مثلا 3000 دولار، شو بتختار؟ حي الله حدا يزعل على حاله، اوكي بتفهم جمهور انقهر وزعل وما بعرف شو، خصوصا انت بوقتك كنت عم بتبلش تصير علاقتك مع مرتك هلا جديه، يا عيني عليك هون 100% عم تحكي 100% كانك عايش معي انت هلا، فهذا اللي كنا يطلع، صار بدي اعمل عن جد، صار بدي اعمل ستيب ثاني بحياتي، بدي اعمل خلص بدي اقضيها انه اوكي فهمت انا هون مع السلام والسلام، امكانياتهم 1 2 3، فانا هون فانا خلص لازم بقى اشوف حالي وين بدي اروح، وعم تجيني عروض، فحكيت مع الاداره وكله على اساس كل شيء تمام. هلا انا اللاعب مع انضربت من اثنين، من قسم من اداره السلام صغرتها تمام ومن اداره الانصار، اللعب فيني باثنين. هلا هون صارت القصه وطلعت انا وصرت انضغطت كثير وصرت ما بعرف حالي شو بدي اعمل يا اخي، بدي اخلص، وكان عم بالفعل ما كنت مصدق انه انا بدي اترك العب ببيروت، لانه كمان بتعرف انت سوري يعني اونت بارونتيز، بس لعب ببيروت انت عيوني عليك مفتحه وممكن تروح منتخب دغري، وهذا اللي صار معي مع النجمه اجمالا مظبوط.
على فكرة انت هادي عم تحكي بالسنة اللي وقت طارق شرايح استلم فريق صغارته. يا عيني عليك، هون جي انا علاقة الجمهور كيف راحت، كيف اختربت مع علاقتي مع الجمهور السنة. فانا كان هون اول ماتش 5-2 خمسة بتذكر، اثنين كنت احنا مع على طارق الانصار مية بالمية. تكرم. فشو صار؟ فانا بعدني هون بتذكر بوست لهلا على فكرة، البوست تبعك. خربت الدنيا، حكوني من السلام وشيل البوست وما بعرف شو. المهم فانا شو هون صرت بعرف، صرت بدي بالصرفه، بدي يا رب يزبط وضعي، يا رب بدي اخلص. المهم ما مشى الحال، صار يطلبوا، صار هذا يلعب هون وذاك يلعب هون، فشلت القصه. بيجي طارق، بيجي الكوتش طارق جرايا. شو بدك الكوتش طارق جرايا يعمل؟ سوري مع احترامي له، انا كثير بحبه على فكره، بس هذا في زيت وفي نار. شو صار يعمل؟ بدل ما يطفي مظبوط النار صار يحط زيت على النار، مثل ما عم خبرك. مظبوط. صار يقعد مع عالم من الجمهور السلام، انا اللي قال لي اقرب المقربين له، اقرب المقربين له اجى عندي وقال لي الحديث واحد اثنين ثلاثه، عرفت كيف؟ حدا من مساعدينه قال لي من الاخر، وكنا باوتيل، اوتيل مزياره، بحكيني تعرف علي. انا اول ثاني ماتش، اول ماتش ما كنت مع الفريق، ثاني ماتش تعرف علي قال لي أول ماتش عمر كان عايزك، ما كنت موجود اول ماتش، انا اللي فضل اكون موجود فيه. صار امور يعني، المهم كنت كثير تعبانه نفسيتي وطلع عني كثير حكي. جمهور السلام بعلمك بيحبني، يعني فيك تقول الرواس بجمهور السلام، خلينا نقول قلبوا كلهم ضدي. صار نحط براسهم انه عمر زين الدين بيكره السلام وما بده يلعب الا للانصار، وما بده ما بعرف شو، ما بده ما بعرف شو، وخلص عمل. صرت انا يوهم هيك، ما بعرف ليش صار يحكي، ينزلوا عني بوستات وشي يسبني وشي، يبعثوا لي مسجز يسبوني وكذا وهيك. المهم ما كنت عارفين، ما كنت عارفين مين شو القصه، شو صار معهم، ليه صار معهم هيك. انا بقول لك بعدني لهلا كثير بحب عزهم، كثير كثير يعني عن جد. قضيت معهم سنتين، اول سنتين حلم كانوا بالنسبه لي بصغرتها، حلم. المهم بيجتمع فيني هذا، بعيط لي بيقول لي انا عايزك، بيطلع لعنده بيقول لي ليك انا قبل ما اجي لهون، قبل ما اتعامل، قبل ما تيجي انت على الفريق ترجع حكوا لي عنك اشياء، فكرت هذا عمر زين الدين لاعب لا احترام ولا اخلاق ومشاكل، ما بيحب التمرين، وكنت عطلان همك تيجي تنزعي التمرينات. قلت له انت هلا شو لقيت؟ قال لي ما شفت لعيب، ما تعاملت مع لعيب مثلك، مثلك انت، التزام بالتمارين، وفيك تسال ما بدك، انا بالتمرين ما بمزح ابدا، بالتمرين التزام جدا عالي. وقت اللي بيكون ما عندي تمرين كنت بتمرن احضرك يعني. لوحدي، بتمرن لوحدي. هلا بعدني لهلا ما عندي لا فريق ولا مرتبط بحدا، هو اجمالا بلا مرتبط، بس انه يعني ماني عم بتمرن لوحدي. المهم فقلت له طيب شو القصه؟ قال لي الكوتش كذا كذا كذا، هيك صار واحد اثنين ثلاثة، هو اللي اجتمع بالجمهور وقال لهم واحد اثنين ثلاثة. طب انا ما حكيت شيء، ضليت عادي عم بتمرن، وحطيت على عينه. واذا بتتذكر اول ماتش لعبته دغري، ثاني او ثالث ماتش ضد التضامن، تعور وقت عامر محفوظ، ما كنت انا على السقل على الفرس، من وقتها شايلني من حساباته. اول ماتش التضامن جبت جول، الجول اجت معي، اجت بالثمانينات على اول ماتش، صرت اعمل له، انا صرت اعمل له هيك، عم صار قدام الجمهور يعمل لي انه ياشر علي. طب من بعد شو؟ من بعد شو؟ صرت كل ما اكمش طابه بالملعب يسفروا، ما بعرف، حسيت حالي عانيت فتره الشهرين عن جد، ضغط ما هو طبيعي. كملت معه ما حكيت شيء. هون بلشت المشاكل، هون بلشت المشاكل كيف؟ من الكوتش. يعني انا هلا عم اقولها لاول مره، من الكوتش مره يطلع خبريه قال انا عم ادعي على الفريق قال يخسر، مره ما بعرف شو يعني، وانتزعت علاقتي للماكس. صرت عن جد السنه قبل ما انتقل على النجمه، بعد ما رجعت من الاحتراف، كانت سنه كثير صعبه علي، كثير صعبه بصغرت، يعني ما بقى حدا متقبلني، وكله ياخذ عني فكره ما منيحه، وتعبت كثير، عرفت؟ فهمنا. فانا الله وفاني اجمالا انه طلعت احترفت بعهد، انه وقت كان كوتش موجود، كوتش طارق، السنه بالنص يمكن طلعت، جاني عارض الاحتراف، الحمد لله طلعت. يعني هيدا كانت بالنسبه لي خلاص، كانت الخلاص عن جد. انا ما بحسيت بوقتها انا كنت حكمل، لانه كان في محاربه مش من طبيعيه، من تحت لتحت. هون كانت خطورتها انه انت بوجهي عم تضحك وكل شيء تمام، بس من تحت لتحت عم تحفر لي، وهذا اللي كان صاير. بتذكر انا اخر سنتين كنت بوقت هالسن هالفتره اللي بلشت، يعني انا عمري 23، فبهالفتره اللي بلشت اكبر فيها، يعني صرت اقرب اكثر من الفريق، وكنت شوفك وكانت هاي القصص واضحه انه ما كان كل شيء مزبوط عم اقول لك بينك وبين يعني عمل شرخ بيني وبين الاداره، مع انه انا والاداره كنت،
بخصوص الابونه يعني، انا وياه شو بدي، انا بعدني هلا بحبه كثير الابونه، والابونه عم اقول لك لهلا كل شيء غلط اذا صار منه مش هو اللي تحت ايده، مش هو يعني، هو مش عم يطلع على كل شيء، هو مش عم يطلع على كل شيء، عرفت كيف؟ مش عم يطلع على كل شيء، بس ما في احسن منه انسان تتعامل معه، ما في اطيب منه تتعامل معه انسان، بغض ما في انسان ما بيغلط، مو اني جاي ببيض هلا او شيء او انا اعمل انه والله انه مدري شو، بس انا كتعاملت مع هالشخص، تعاملت معه عن جد انسان يعني في احسن منه، انسان كثير كثير انسان رائع رائع رائع، بس اللي كان لا، عم على يشتغل مستوى تحت شخصي ايده بعرف الأبونا، على مستوى شخصي بعرف الأبونا وما في منه يعني، أكيد. ليك هو، ليك هو بالفوتبول، ليك هو بالفوتبول اكيد مش قوي كثير بالفوتبول يعني، تا يقول اذا غلط بالفوتبول اكيد اكيد مش قوي، بس اللي كان عم يشتغل تحته يعني كان يعني ما بعرف كثير أنا ما فكرني كثير أتدخل معك بهالموضوع يعني. مش لك، انا من يجي هلا انا جاي عم اقول لك، انا عم احكي من حرقه، انا عم اقول لك إيه نجم السلام اول سنتين، اول سنتين ثالث سنه ما كنا عملنا مركز ثاني، كنا عملنا بطل مع الكوتش بيتر، لانه يعني كان عندنا فريق اسماءه رائعه، ما بعرف شو صار. معلش سؤال، احمد الخطيب، بتعرف احمد الخطيب؟ أكيد بعرفه. مين بيقول لي احمد الخطيب ما كان من 5 سنين قبل ما اجينا على السلام ما كان احسن مدافع بالسلام زغرته، ومن احسن مدافعين لبنان؟ مين حرقه لاحمد الخطيب؟ في عندك كثير لعيب احترقوا يعني، مش هي مين حرقه؟ طب ليش تحرق لعيب؟ طب انا هذا عندي هذا اللعيبين هي ينحرق، هلا في عندك مثلا بزغرته من ورا كل شيء صار، عندك جيلين احترقوا يعني، مش من الأكاديمية عم بقول لك يعني، عندك الجيل تبع أليكس وعندك أمين الجيل سحبه، اللي أصلا منه. مزبوط، أمين هذا جيل أليكس كله روح. صحيح، سمو سيمون غاطا، سيمون أليكس، غطا عليك، سيمون أمين، أيوب، أمين، ما يا كله أخي والجيل الأصغر من كمان كان عندك يعني، من 9 لعيبة بيمشوا فريق لوحدهم. هول بتذكر مع الكوتش بيتر أخذوا دورهم وزيادة، أخذوا دورهم وزيادة، وكانوا طالعين وماشيين ماشيين ماشي الفريق ماشي معهم، والسنة بعد سنتين ما بقى بحاجة أنت للعيبة من برا صغارتها، فنحكيها مظبوط، ما بقى هو صار ما عنده كان فريق عن جد يعني، وقت الابونا طلع على التلفزيون اول سنتين ما بدنا نعود نشوف لعيبه. تبي حقهم لك، مع انه حقك، مع اليوم انا اسمه السلام صغرته، مثل ما طرابلس لعيبته كل طرابلس ايمتى بلش ينتكس؟ كل العالم بتعرف امتى بلش ينتكس، وقت صرت لعيبته برات طرابلس عادي، ما هيدا شيء طبيعي عادي، نفس الشيء لا بصغرته اوكي، كان لما لعيبه طرابلس قراب على صغرته انه كان تحس نفس الجو وهيك، كانوا مقلعين الفريق، بس بعدين الفريق كيف صار؟ مظبوط، مع احترامي لكل شيء اجى، أكيد. كيف صار الفريق؟ هلا بدك نحكي هلا عن النجمة ولا بدك ناخد شوية أسئلة بعدين نحكي عن النجمة؟ بعدين نحكي عن اسمي اخر شيء خلينا. طيب، في عم بيسألونا هون على المنتخب، إنه شو رأيك المشكلة بالمنتخب غير اللي حكيت عنه يعني، إنه المحسوبيات، وفي كمان حدا قبل رامي سأل إنه شو برأيك مشكلة بخط وسط المنتخب، بحس بيكملوا بعض هالسؤالين. لك ما بلاقي في مشكله بخط وسط منتخب لبنان، انا مشكله منتخب لبنان هي مشكله تحضيريه، مشكله تحضير، يعني احنا اذا بترجع كل بطوله يعني اذا حضرنا بكير بنحضر قبل بجمعتين او ثلاثه، وهذا عامل كثير سلبي انك انت تلعب بطوله، المنتخب منتخبات العالم اذا سمع عندها شيء استحقاقات قبل بشهرين وثلاثه بتفوت معسكرات وغير دعم وغير هالقصص كلها، فانا برايي اول خطوه هي التحضير المبكر اول شغله، الشغله الثانيه جهاز فني يجي بمشروع، مش جهاز فني يجي مركب، يعني جهاز فني يجي بس يلا مين عندي، انا عندي فلان يلا تعا هو اللي جمع اللعيبه وانزل، لا يجي جهاز فني هو يركب فريق ويشتغل يصبروا عليه فتره، يعني منتخب ما فيك انه والله اليوم انا كمشت منتخب بدي اعمل دغري بطل اسيا، ما فيك بدك تنطر عليه سنتين ثلاثه مينيموم سنتين ثلاثه، صح هالحكي ولا لا؟ بس تاسس لهذا الموضوع، وتعمل معسكرات خارجيه، معسكرات داخليه، ماتشات وديه، ماتشات وديه مع فرق ثقيله، يعني هون صار فتنا على موضوع المصاري، صار موضوع بيلزم مصاري اكثر، دعم مادي اكثر، فهيدا كله أكيد. انا هيدا برايي انا هيدا اول خطوه ممكن تنعمل لمنتخب لبنان، هيدا اول خطوه ضروري تنعمل لمنتخب لبنان غير المحسوبيات والاخبار هيدي، بس انه أكيد. كتحضير حتى لو في محسوبيات اذا عملت هالاخبار كلها تحضيرات وما تحضيرات بيطلع مستوى الفريق، بيطلع مستوى الفريق، يعني انت راضي على ليفيو ولا ما زيد؟ لانه يعني بلمتوش اللي حضرتهم لهلا. لك انا برايي
اللي سوري انا ماني محلل بس كمان عندي وجهة نظر، اللي حلل وقال انه جيد كتير او منه جيد، او ما فيك تجي ما فيك تجي تحلل تعطي رايك بمدرب ما صار له شهرين يمكن او ما صار له بعد ما عمل شيء، ما شفنا لمسته شو كان عم يعمل. لاعبين لاعبين 8 متوش لهلا اذا بدك ثمانية تعتبر. ما كان عم يلعب مسكر من ورا، شو خطته الهجوميه؟ كيف كان تطلع الطابه؟ شو ما في هويه يعني، كنا نحضر المنتخب ما في هويه، كان في كان في في سنة خلينا نقول برجال، في رجال بالملعب عم تقاتل، في رجال بالملعب عم تقاتل، بس هويه ما في هويه منتخب يعني. يوم كاسماء موجوده بالمنتخب سوري يعني ما شفنا هالاسماء عطت مع اضعف المنتخبات برأيك والمنتخب. برأيك في عندك في حدا كان لازم يستدعى هلأ مثلا وما استدعى من اللي انت عم تتابعهم يعني اكيد؟ تخيل ما خليني فوت بلعبة الأسماء، بس في عندك سان كذا لعيب استدعوه ما لازم يستدعوه، في أحسن منه بكتير. لا عم بحكي انا العكس كمان، ما حدا يزعل منك بالعكس تبسط على ما في لاعب براسي، بس أكيد أكيد إنه هلا ما في لاعب براسي، بس وقتها في ليك على طول دايما 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 بتلاقي في لعيبة مصدومين لازم يكونوا موجودين بالمنتخب وما عم يكونوا موجودين بالمنتخب، دايما في لعيب. بس أنا برأيي مطرح من المطارح حمزة خير كان مطرح من المطارح ممكن كان يعني بيستاهل، انا برأيي يعني عطى فرصة. مصطفى مطر انا برأيي يعني راح على المنتخب بدل ما يعلوه كيف بيقولوا بالعامية، هبطلوا معنوياته بيقولوا له هي البعض يعني. حكينا فيها مع مهدي الاسبوع الماضي انه بمعنى ما كان مهدي عم بيقول انه ما كان لازم يلعب 16 مباراة بس يضل في هذا انه انا محل، ما كان لازم يتجهز حدا بداله. يعني هو اول هذا ضربة اكلها مهدي ثابت كانت قبل ماتش شمال كوريا، راح لهونيك منه لعب وبعد مصطفى. وانتبه حتى اذا كنت بوقت قبل الماتش انا احكي بالموضوع، يمكن كتبت شيء على الفيسبوك قبل الماتش، العالم شوف البوست السلبي اللي نزلوه على انه والله ما في مهدي خليل معور يعني، ما في عندنا جولر والله يستر. لا 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 لحظه شوي، مهدي خليل حارس ممتاز جدا جدا، بس اللي ما بيعرف مصطفى مطر او مش لعب مع مصطفى مطر او منو حاضر مصطفى مطر ما بيعرف منو حاضر في الجول. مظبوط. مصطفى مطر كان يعني كيف بدي اقول لك، فتره من الفترات كان هو الدفاع وهو جولر بنفس الوقت، كان هو يجيب لنا نقاط يعني، كان ربح 1-0 ربح 2-0 يكون شايل مصطفى مطر 8 جوال، نخسر ماتش 3-0 يكون شايل مصطفى مطر 20 جول. مصطفى ايه لا مطر موهبه رهيبه، موهبه كثير كبيره، لما عملوه على المنتخب عم يتدمر. انت بتعرف كيف اجى على السلام مصطفى؟ مين هو مصطفى مطر؟ اكيد اكيد اشتروا النادي واشتروا جابوا مصطفى وقتها. اكيد اكيد بعرف. ما حتى مصطفى مطر كان عارى مشاكل مع الكوتش السوري، شو اسمه؟ السوري اللي فنزويلي لا سوري انس مخلوف اللي معه مدرب الحراس، ايه هو ما بعرف. اجمالا انس مخلوف ما كان يلعب، ما كان يلعبيه، وكان يفضل عنه شو اسمه حراس تانيين وزعل، وقف فترة رجعت حكيت معه ورجعته. ف يعني كمان هناك مصطفى مطر أول ما قلع كمان عانى شوي. في هلا حدا عم بيحكي انه اذا حدا بده يشوف مصطفى في يحضر كم ماتش الرجاء اللي لعبناه بالمغرب مثلا، صح بتعرف صح انه صح مظبوط. ليك شايل طابي ضد النجمة، هل ربحنا فيه 2-1 بتذكر على النجمة بالمدينة وقت جبت جول بينالتي، أنا ايه شيل طابي مصطفى مطر وحياة الله هيدي لو شايلة حارس شي دوري اوروبي بعدنا لهلا عم ننزل عنه على الفيسبوك وعم نقول القديس والشيخ والله ما عم امزح معك. شفت مهل هون المشكله، تذكر هذا الماتش تتذكروني. شيل طابق خياليه من تحت، كان هو جيت عليه انا واقع بالارض، واقع بالارض لانه على الانجاز اللي عمله واقع بالارض. قلت له انت شو عملت؟ هو فزع فكر حاله حطها بالجول. قلت له انت شو عملت؟ قلت له انت كنت هونيك والطابع عمال الشمال، انت شو وصلك لهون؟ وحياة الله طب بس تبوسه انه عمل شيء عن جد، انا كنت شايفه على التي في بس شفته هيك لايف حدي طابي كورنر، كانت شيء خيال، عمل شيء خيال، عمل كثير غيرهم يعني، بس ما حدا ضوى عليه. فمشان هيك عم اقول لك بالمنتخب انحرق، بالمنتخب حرقوه، وهيدي سمعتها من كذا حدا، ما بعرف ابو بكر الميل بيسمح لي كمان اقولها، كمان ابو بكر وقت اللي راح على المنتخب حس نفس الاحساس يعني، بتروح على المنتخب انت بيحرقوك لانه في انت مانك مسمع على حدا،
يعني انت رحت يمكن تحت ضغط جمهور. انا بتذكر ايدي الحاضري راح تحت ضغط جمهور، مع انه ايدي وقتها الحاضري ايدي وابو بكر 100% مع راحوا تحت ضغط جمهور. كيف بعض. كيف هيك؟ ما بعرف، راحوا تحت ضغط جمهور، يلا بعت يلا اخذناهم روحوا. بس بالمنتخب هون كيف عم يتعاملوا؟ يعني عم لك مظبوط. بيحكوا لي يعني يوم احنا رفقاتنا بيحكوا لنا شو بيصير اذا منك ماشي. انت للاسف اذا منك ماشي بجروب بينفوك مين ما كنت تكون، بينفوك. في خبرية صارت، حدا خبرني اياها، كان رفيق بيو يعني قاعد مع مسؤول بالاتحاد، فوقتها كان في ماتش ضد تركمستان، هلال وقتها بفوت رأسية هلال حلوة، ايه فبيقول اف ملا جول فوتوا نادي المطر. عرفت كيف؟ ف حبذا يا حرج. ايه 100%. ف هون ايه هون بحس انت هلا جاوبت على السؤال هيداك، طبعا 100%. كيف بيطوروا المنتخب. أمين يونس بيقول لك إنه هو من أكبر معجبينك، حبيبي بدك بلوز لا سلام تدي له إياها تبعتها أو شيء. ما يعني الكومنت انا انتبه. ما أعرف ليش. وقفي عند راحة الكهرباء. إيه لا إيه لا أمين، أمين بعسيري أول الشهر، أول كسبت أول نيسان استخدمني شوي مثل ايه قال جاي يلعب من بها. بصدر رحب، فبنشكره هلا لأنه عم بيسمعنا هلا. إيه وقت حبيبي هلا حبيبي امين. بنحكي عن النجمة، لكن هلا يلا تفضل. ليك ما بين ما في عندك اسئله، ما بين عندك اسئله، لانه حدا مسالني قبل من الصبح باقي مع مدري شو عامل مدري شو حكي كذا سؤال انسالت. انا ما عندي ما معي بعرف انتبهت لتبع تبع المنتخبات، اذا حدا عنده سؤال ما شفناه في يرجع يبعته نرجع نساله عادي. ايه هون هلا في حدا عم يسال ليش فليت بهالطريقه من النجمه، بس خلينا نبلش من كيف وصلت على النجمه. انت تمام. بالصيفيه كان في مشكله، كان في مشاكل بين النجمه والسلام، ورجعوا حلوها بصفقه عمر طيب اذا ماني مغلط، كان وقتها جون جاك على اساس يروح على النجمه، هيدي ولا انا فايتين بعض القصص براسي. لك هيدي كيف صارت؟ لا هيدي ما خصها، هيدي صارت على ايام وقت كان بعده كوتش طارق مع النجمة. ايه 100%. وقتها كان بس طلب جون جاك وما الكوتش زبط. عنده اسلوب، عنده اسلوب مثلا انت صاحبه هو فال على نادي تاني بتصير تجيبك لعنده. هلا مين بيستفاد من هذا الشيء؟ اللعيب اللي صاحبه المقرب منه، عرفت كيف؟ مظبوط. وانا هلا انا هاي برايي انا سوري يعني ما يفكر كوتش صاري انا عم هاجمه هلا او شيء، انا عم بحكي انه وقائع، انه وقائع صارت. وهذا من اكبر الخطا انك تعمل هيك شيء. يعني اليوم انا عندي لاعب، مش قصدي على جون جاك انه بالاكزامبل، يعني انا عندي لاعب بحبه وانا ويا صاحبي برات الفوتبول، وثاقبت عم نعمل عملت كوتش على النادي عنده، هو منه كتير بالمستوى. يعني مثلا انا بروح على نادي ثاني بصير بجيبه لعندي بجيبه معي، واما اروح انا لازم احطه على خصي واخذه معي. هذه كانت هذه الوقت صارت انه والله طلب بده جون جاك وما بعرف شو، وصارت يعني جون جاك فات كمان داب راسه وصار بده ينتقل. يعني عن جد اليوم يوم انت لما تجيك عرض مثلا نجمه انصار عهد، نحن عن جد عندنا بلبنان، لانه نحن كيف اللاعب مش فقير مادي، فقير شهره او فقير هيك شيء. طب الشمال ايه بتحس حالك انه لازم اتحرر، لانه كيف بدي اقول لك، اليوم انا في كثير لعيبه شفتهم يعني اخذوا حجم اكثر من حجمهم. ليش؟ يعني بيلعبوا مطارح مطرح يعني وصلوا، قدروا يوصلوا على بيروت، لعبوا ببيروت. اما لعب الشمال يعني انت وقت تكون لاعب مميز ومعروف بلبنان وتلعب بالشمال، يعني انت عرف حالك انت كثير لاعب عالي. انا هيدي انا عم اقول لك كمان عن تجربه، يعني وقت تكون انت لاعب معروف ببيروت وانت بتلعب بالشمال يعني انت كثير لاعب عالي. لانه عن جد مظبوط. الاعلام صاب الشمال كثير ضعيف هيك، ما يعني اللاعب الشمالي اخر شيء بيجي ما بكيف هي اي شيء. بس اذا بدك أفضل تحكي من كذا مع أسوأ من انه الجنوب شوي، ممكن يعني أهل ممكن الجنوب معظمهم قاعدين ببيروت صح، كمالها. هيدا اللي صاير، انه في عندهم مثل علاقات صارت انه قراب على بعض مثل ما قلت انت، قاعدين مظبوط. اكثرهم ببيروت. فنحن عندنا بالشمال بيقول لك نقي 23 لاعب ببيروت، بنقوا 20 لاعب بيروت اخر شيء بيوصلوا على الشمال، بصيروا عرفت هورت اخر ثلاثه بيكون حدا عم يدق لهم يلا قول 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 قول، عرفت؟
لو ما حد عم يقول لهم اعملوا تحكوا معهم بيعزلونا احنا تعبت الشمال. فهيدي مشكله كمان بلبنان صايره، يعني مشكله واضحه بلبنان، عرفت كيف؟ ف على امل ان شاء الله تتغير. هلا موضوع بنرجع على موضوعنا، موضوع انه كيف صارت. انا وقت اجى الكوتش ما بعرف انا طلع فيني شكلي بيزعج شيء، ما بعرف. كل ما يجي كوتش بعد ما راح كوتش بيتر، كل ما اجى كوتش لازم اول فتره يحط حضايا ليتعرف علي يقول لا والله انا اخذ عنه فكره غلط. كل مره هيك اجانا اخر مره كوتش اسمه كوتش طارق، ما بعرف كوتش، ما بعرف نسيت عائلته. طارق ثابت. ايه بس ما كان ثابت ما وقفه ابدا. عن جد هذا الزلمه ما بعرف شو صار له. وحياه الله ده انا ملتزم بالتمارين، وقت اللي جيت اتمرنت معه صرت ملتزم زياده، ما بعرف شو صار معي. مثلا قلنا اركض 10 اركض 11 زياده، هي قبل اركض البطولة العربية. قبل البطوله العربيه، وانا كنت هذا الماتش ناطره مثل ناطره. وسبحان الله انا بشوط بنالتي بالفريق، اجت بنالتي بهذا الماتش، لو جون جاك مسجلها ربحنا الماتش. هاي مظبوط. البنالتي لو كان الماتش لعنا اول شوط كله لعنا. المهم بوقتها جونين كان ما عرفوا تعاونوا مع جون جاك الجمهور بعد هذا. عبالي اولى مني الى قبل، بس ما عرفوا ابدا تعاملوا مع جون جاك بعد ما ضيع البينالتي، انه الكابتن تبعك هذا. ايه مان لك عم اقول لك صار ما بعرف شو صار معه. عن جد ما بعرف شو صار فوق. الجو كله قلب، الجو العام الرياضي مثل ما بيقولوا بزغرطة قلب كله، ما بعرف شو صار معه. بس بعرف اللحظه اللي قلب فيها ومين اللي قلبهم، قلت لك اياها من شوي. المهم جينا على الكوتش صرنا نحكي، يعني جيت حكيت معه وانا معك وانا ملتزم معك، وانا ما بدي جاي اعمل مشاكل، وانا جاي خلص وبدي اعمل موسم حلو وهيك عم نحكي انا وياه يعني. ف يقول لي اوكي، ورا ظهري شايل لي من الحسابات، شايل لي من ما بعرف حتى ما اجى قال لي والله شايلك من الحسابات. انا عم اتمرن الصبح، متمرن بعد الظهر اتمرن، ما غبت على ولا تمرينه. رحنا على ماتش ودي مع العهد، ملعب العهد، حطت تشكيله حطني برا، ما عم مشكله. الشوط الثاني نحن كنا اشتغل لعيبه على البنش، اول تبديل، ثاني تبديل، ثالث تبديل، رابع تبديل، سابع، سادس تبديل، صف السابع تبديل هو انا عم حمل، عملته لوحدي صفي دقيقتين وانا عم حمل لوحدي دقيقة، وانا بعدني عم حمل لوحدي. قام عيط لي اي دعوة، طب برايك انا شو عم يعمل فيني؟ ما لاعب مثلا مثلي انا بالفريق قديم، واحد غيري شو بيعمل؟ واحد غيري شو مظبوط. بيعمل؟ وخطب لبنان ما حكيت شيء، قربت بتاع مهلي ضيع الوقت، ما بدي انزل انا، بس انا كنت بوقتها ضابط اعصابي لدرجه ما طبيعيه. قول ما لحقت وصلت لعنده كان صفر الحكم الماتش، ما حكيت ولا شيء. تمرين ثاني يوم جيت على التمرين عادي، صار يزيدها، صارت قصه بالملعب، يعني شيء بخص مع شيت ما بعرف شو. طلب اداري بالفريق يعيطوا له للكابتن الفريق ومساعد، والكابتن الثاني يعني جون جاك، والكابتن الثاني، الكابتن الثاني هو انا، عرفت كيف؟ عم بيسألوا مين الكابتن الثاني مع جون جاك، عم بيبرموا كلهم مع جون جاك انه عمر. هو شو بيقول؟ لا 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 حمزه. حكيت شيء، اللعيبه كلهم طلعوا فيني هيك، كلهم نطروني لاعمل رده فعل، كمان عملت ولا شيء، كمان سكتت. هون بلشت مشاكل، قلت خلص هذا الزلمه شكله حاطط حط، يعني يا بدي اعمل شيء، سوري على التعبير يعني ما لازم احكيه، بس انه لازم يا بدي اعمل شيء غلط ما حلو بحقي، مش من تربيتي، لانه ما خلص كانه عم يقول لك اعمل معي شيء، يا صار الشر وخلص. بعد ما في يومين ثلاثه لقيت القصه تخنت معه كثير، اجتمعت قلت له بدي احكي انا وياك، تخيلك انت مدرب كثير منيح كثير عالي، بدك اني بطل فوتبول، انا حبطل فوتبول شكرا لك، انا بطلت العب فوتبول، قعدت قعد بالبيت. كنت بوقتها قلت خلص ما بدي، شو بدي خلص قعد بالبيت، وما كنت عم فتش لا خبط هون لهون، بتعرف انت سمعوا العالم انه انا ما وقفت مع السلام، صار يحكوني كذا نادي، منهم طرابلس، اجتمعت انا مع طرابلس واتفقنا على المصاري، تمام؟ طلعت على المصاري انا وياهم وعدت القصه خلصت، بس عم يتفقوا هني والسلام. بس اتفقوا وانا خلص ما عاد يعني قرفت ما عاد بدي اتدخل. يومين ثلاثه ما صار شيء جديد، بيجي واحد وكيل او ما بعرفه، بس انه هو بيقول وكيل، انه هو وكيل لعيبه، بيقول لي ليك بتروح على النجمه؟ طلعت فيه هيك قلت له كيف يعني بدك تسوقني للنجمه؟ اي لا سالوني عنك. قلت له انه ما في مشكله اوكي. اي لا لانه سالوني عنك وقالوا لي حتى اتفاوض معك. قلت له هيك دغري هيك بسرعه، قلت له السلام. قال لي لا تفهم السلام، انا عندي السلام. قلت له خير. يومين بيحكي معي واحد مسؤول بال بال
عينوه النجمي يعني مسؤول المفروض يكون مقرب بيحكيني بيقول لي لك ايه عمر لك بالدنياك وكذا وما بعرف شو بس ما في مصاري كثير. قلت له كيف يعني ما في مصاري كثير؟ قال لي مصاري ما عم يدفعوا. قلت له نادي مثل نادي النجم ما في مصاري؟ يعني كيف هيك؟ قال لي ايه ما في مصاري. شوف انا هلا مش راح استحي احكي لك دغري. انا هون انا صار لي سنتين عامل 3 سنين بالاحرى عامل حسابي انه انا بلبنان ما راح اكمل. بدي اطلع سافر. من يوم قصه الانصار وكيف قلب علي جمهور عم لك تعب وجمهور السلام قلب علي تعبت نفسيا كثير وعرفت انه الفوتبول بكل شيء عملته ممكن بلحظه هيك يروح. ولقيت انه ما في مستقبل بهاللعبه. وصراحه ماديا ما كنت عايز لانه انا اصلا عندي ملعب ميني فوتبول بالطرابلس وعندي اكاديمي 60 تلميذ صراحة ما كنت عايز. كان 7 اكاديمي اسمه. برافو عليك. ايه فقلت له انا ما عندي قلت له ما اوكي ما عندي مشكلة. اختصر قلت له اوكي ما عندي مشكلة. قال لي السلام محلولة والقصة قلت له ما في مشكلة. والله فجأة يومين ثلاثة غيري قال لي جهز حالك بدنا نروح نمضي. والسلام قال لي ايه حنطلع ناخذ الاستغناء قلت له اوكي. طلعنا عند الابونا بتفاجئ الابونا بيقول لي لك انت ليه بدك تتركنا؟ طلعت فيها هيك قلت له شو يا ابونا؟ قلت له ما الكوتش هيك عم طلع هيك فيهم للاداره علي قال لي بيجيني كل كوتش اوقات بيجيني كل كوتش بيخرب علي الدنيا هيك هزينا براسنا اعطاني الاستغناء. انتبه كان لي مبلغ مع النادي مع المبلغ مع نادي السلام مبلغ من اللي بيحبهم قلبك بس يعني كيف سامحتهم فيه انا سامحتهم يعني هلا ما لي بعمل شيء انا سامحتهم فيه من ضمن صفقه النجمه يعني عرفت كيف؟ انه اوكي بيسامحنا عمر من ضمن المصريات وهيك، انا قلت شو قلت بيتعوض وين؟ بالمحل الثاني. كان في لسه يوم او يومين للامضاءات او شيء ما بقى معنا وقت. يلا عجل بسرعه المسؤول كان عم يمضيني. عجل بسرعه وعسيقه انا رحت عسيقه وكذا مضيت هيك على بياض مثل ما بيقولوا. مضيت على شيء كثير قليل، يعني حتى اقل من السلام كنت اخذه مع السلام، ليش؟ انا اول هني شغلتين. اول شغله انا ما كنت راكد ورا المصاري، ثاني شغله فت بالثياب، الشغله الثالثه انا بالفعل كنت حابب العب بالنجمه والعب مع الجمهور النجمي، انا وقت كنت العب ضد النجمه كنت اقول نيالي اللعب العب معهم. ما على يعني اليوم انت بدل ما تلعب مع قدام 50 شخص مع احترامي لهم غير ما تلعب مع 10,000 12,000 بظهرك 15,000 بظهرك يعني هذا شيء بتعرف انت وشو الفوتبول بلبنان شو الفوتبول؟ مظبوط شو بلبنان شو الفوتبول؟ ماشي الفوتبول بلبنان بس جمهور مظبوط جمهورك ما في عندك جمهوري انت ما عندك لا مصاري ولا جمهور ولا عندك شيء اكثر من مظبوط سوري عم تنقل بس خلصت بالطريقه تقريبا كمان ما ينقطش الحديث يا رب ما تقطع الكهرباء عندك بس لا ما هذا اللي عم نحاول منع نتفاداه يعني كفي حديثك كنت عم تحكي عن النجمه ومديت على بياض فمضينا بشيء كثير قليل وطلب مني انه ما صرح عن المصريات اللي انا اخذهم ما حلوه بحق النادي وما حلوه بحقي وكذا وكذا اوكي على امل على وعد انه انا يتعوض لي كل شيء مظبوط فكمان نفس جاته قال لي هذا قال لي لك انه يمكن ما تبلش دغري تلعب وهيك لانه بتعرف هذا النادي النجمي طلعت انا هيك انه هو كان عم يحاول يفرجيني انه كيف بدي يقلل من قيمتي انا يكبر لي براسي مثل هلا وانا هالامور خلصتهم يعني خلص عملتهم قبل وخلصتهم صرت بفهم كل واحد شو عم يحكي معي شو بده انا كنت كل شيء عم يحكي انا ما عم اسمعه لانه انا كان عندي هدف براسي اني اوصل العب وبين حالي فرجي حالي اوكي انا كان ورائي ماشيين كمان لهون يعني زوجتي بتشتغل هون زوجتي على فكره مش اوروبيه زوجتي استراليه مع جنسيه استراليه بس بتشتغل هون ببلجيكا فكنا عم اقدم ورائي لاطلع على بلجيكا لهون انا فرحت مثل ما قلت لك مضينا على شيء ولا شيء رحت وكنت يعني عندي الحافز ارجي انه انا لا بستاهل العب بالنجمه واكثر كمان من تمرين تمرينتين لعبنا ماتش ودي الكوتش قال لهم هذا هو بدي اياه هذا هو بدي اياه لماتش الانصار اللي كان هو اول ماتش مظبوط وقتها فات جول انت متاسست 100% كنت وفعلا لقيت حالي يعني انا اول ماتشين مع النجم اول ماتش خلينا نقول قبل الفتره واول ماتش وبعده شوي كنت كمان عايش حلم كنت عايش حلم عن جد جمهور النجمه يا اخي ما بقى يجي جمهور الانصار نفس الشيء بس انا عم احكي لك على التجربه اللي عشتها مع جمهور النجمه مارون صدقني بتعيش حلم
جمهور عاشق لناديه بشكل مو طبيعي، جمهور بحطك فوق فوق فوق، بيعليك لفوق. اذا ما كنت قد حالك صعب تلعب معهم صراحه، كنقد وكتشجيع، لانه اذا شجعك كثير حتكبر الخس براسك، عرفت كيف؟ حتصير فاشل. ونفس الشيء كنقد، بصير انت بتنزل على الملعب بزعام، ما هذا يعيد عليك، هذا يسبك، عرفت؟ فكمان أكيد. بلشت انا كيف الماتش الثاني الماتش الثالث كمان، يعني سوري الواحد يحكي بهيك منطق، بس سبحان الله بلشت المشاكل جوا. يعني كيف بدي اقول لك كمان، كيف هو قصه المنتخب هو 3 لعيبه لواحد واربع لعيبه لواحد، تفاجات فيها، موجود كثير بقوه، يحكي هذا يحكي على هيدا، وصدقني يعني كان ممكن حدا يتمنى انه هذا اللعيب يتعور. انا مره سمعتها بدينتي، هي كمان لاول مره بحكيها، سمعتها بدينتي انه عم يدعي على لعيب ان شاء الله يضل معور، كان معور وحيرجع اساس ان شاء الله يضل معور ليلعب محله فلان الفلاني، انا امبارح سمعتها، عرفت؟ فهون انا بلشت، يعني في لاعبين ثلاثه بوجهك حبيبي وبيعبطك وهيك، بس تبرم بيجي بيحكي، يعني بتتعب انت يا اخي، بتطلع انت هيك وانت بالنهايه ضيف عندهم، انت معك افضل مظبوط. من هيدا. فانا هون انا يعني هربت من الحكي والقلقلي وما بعرف شو الحكي وما بعرف شو، راح على نادي مثل نادي النجمه، نادي تقريبا شبه محترف يعني. فبلشت احس انه العمل، لا هون كبرت القصه، بلشت احس حالي لا رجعت على هول الامور القديمه، وانا هربان منها اصلا. رجعنا على موضوع فلان يتدخل على فلان، يتدخل على هيدا، يلعب هيدا، خصم لهيدا، مظبوط. ما تخصم لهيدا. انا هون بيلاك هيدا لسه القصص اللي عم بتعانى فيها معه نادي المطر هلا. لك شو بدي لك؟ لا انا عم احكي تجربتي، يعني انا عشت تجربتي، تجربه قليله كثير. انا شفت عن جد جمهور، مش لانه هلا عم بيض وجهي انه والله انا قدام الجمهور، بس ما في حدا ينكر هالشيء، جمهور رائع، اسم نادي النجمي غير، لما تلعب مع نادي النجمي شعورك غير. انا عم اقول لك بمشي مظبوط. بكل بيروت، ما كنت خلص منهم، انا وباكو تعطلت سيارتنا بمطرح هيك صاب الروشي، عم نفتح باب لننزل، لقينا العالم صارت فوقنا، فتحوا لنا الباب، ما عملنا شيء، اخذونا خلص فل، ونحن بنشتغل جمهور عن جد بيحطك بيعليك كثير. فبهن ناحيه كنا كثير تمام. قلت لك الامور اللي صارت بالملعب بين اللعيبه، مش رح حمل هلا رئيس، اقول لك انه الرئيس هو اللي عمل هيك، مش رح اقول الرئيس هو اللي عمل غلط او صار في، بس صار في غلط اداريا، شخصين اقله، انا معي، يعني صارت معي قصص انه مثلا انا ولعيب، مثلا خلينا نقول صار معنا، قول غلطنا انا ولعيب، مثلا انا انخصم لي لعيب تاني ما انخصم له، مثلا عرفت كيف؟ انه فهمت هاي عليك. الامور بتزعجك انت، انه ليش هذا ما ينخصم لي، ليش انا ينخصم لي؟ مش عينة المصاري، يعني برجع بقول لك ما كنت عم لعب ماديا، بس هي انه ليش السؤال اللي علمت السؤال ليش؟ اوكي لا انصدم. تمام، بالتمرين ليش؟ انه اليوم ليش اللاعب بده يجي يعبطك ويفرجيك انه انا حبيبي انت وما بعرف شو، ميل تاني هو رايد لك الشر، يعني صار، مظبوط. يعني عم يعني انت على الماتش عم قاعد برا، هو عم يدعي انت ما تلعب منيح، ما تتوفق، وانا تفاجأت انه تكون موجوده هيدي الامور موجوده، يعني في اخر فتره صارت معي هونيك. المهم هون كنت وراي، قلت لك انا ماشي، اجاني دقوا لي السفاره انه اجت الفيزا، عرفت كيف؟ نزلت على السفاره، كان معي 6 شهور، يعني كان فيني انا اخلص دوري واطلع، كان معي 6 شهور انه اقدر اطلع الفيزا، يعني معي 6 شهور لاطلع اعمل اقامتي وارجع انزل. فرحنا على ماتش التضامن، قبل ماتش التضامن كمان بالتمرين صارت هيدي، انا غبت تمريني بوقتها، كنت وقتها رحت على السفاره، حدا تدخل على المدرب ما لعبني، ما يلعبني الماتش، حدا من اللاعبين. طلعت انا هيك انه هون مثل كانه كبر، انه القصه خلص صار مثل انحط علي يمكن، فرحت على الماتش، ما قلت شيء، رحت انا على الماتش، ربحانين 1-0، ودغت التضامن علينا، ماتش التضامن نص الملعب عندنا، صارت العالم فريق التضامن، كوتش التضامن حيبدل واحد نص ملعب عنا يطلعه وينزلني، ولا ممكن نزل مهاجم والعالم تطلع بعض وتقتل بعضها، مثل ما عم خبرك صار بوقتها، وانا عم اطلع هيك
وانا شوف بوقتها انا قبل ماتش واثنين كانوا عم يخبروني انه انت رح تروح على المنتخب، عرفت كيف؟ ومره من المرات اليوم مره من المرات اجى الكوتش قال لي شوف لوين، الكوتش عم يحكي مش انا حكيت، قال لي دانيانج عالي، قال لي انا بالنسبه لي قال لي انت كفنيا بنص ملعب اهم من نيانج، هيك قال لي الكوتش يعني شوف لاي درجه. جينا على ماتش التضامن عم اقول لك ما لعبني، بعد ماتش التضامن قلت خلص نلعب بكره احجز عمل التيكت وامشي، اخذت اذن وانا طالع عمي ورائي. بالفعل انا شو كنت مقرقد يا خيي، بطلع اسبوعين برجع بريح شوي لانه عن جد ضغطت كثير وتعبت انه ليش عم يصير هيك. وانا تفاجات لانه انا اليوم كنت رايح على شيء لقيت شيء ثاني بكل شيء، حتى ماديا ما بدي احكي فيهم، ماديا امور ماديا ما بدي احكي فيها. فقلت خلص بطلع بعمل الاقامتي وبرجع وبنزل. فطلعت تاخرت اقامتي هون تمام، بعد ما خلصنا اوكي انا خلصت اقامتي شو يلا نزل، قلت لهم اوكي بنزل بس انا ما بنزل على المعاش القديم لانه يعني انتم على اساس انه انا ماتش اثنين وبيتظبط كل شيء، ما تظبط شيء خلص يتظبط. اجازت التيكت ونزلت، لا حدا قال لي يعطيك الحمد لله على السلامه، هذيك الشيء الكل يعرفه. انا نزلت لاتمرن، لا حدا قال لي الو منصرت وصلت على لبنان الحمد لله على السلامه، قالوا لك بكره في تمرين، مع انه انا بعرف في تمرين انا بجروب الفريق بس بده يضل لي حدا يقول لي يعطيك العافيه الحمد لله على السلامه، في غير اللعيبه بينزلوا بيستقبلوني على المطار ولا هي الدنيا ما قامت. الدنيا ما قامت، اذا الدنيا ما قامت انا بعرف شو مقامي وعملت مقامي بوقتها انا. فما حدا قال لي مرحبا، ما حدا قال لي شيء، اول يوم بالبيت ما حدا قال لي شيء، ثاني يوم ولا حدا قال لي شيء، ثالث يوم بيقول لي الرئيس ثالث يوم بيقول لي ليش ما عم تنزل على التمرين ما ادري شو، قلت له ما نتفق تنزل لعندي نتفق اي متى الاجتماع، اتفقنا على اجتماع رجعت غير الاجتماع اجل الاجتماع انا هنخلص كيف ركبت براسي رجعت حجزت ما قلت لحدا اني حجزت رجعت. رحت اجتمعت بالرئيس، اول ما فتت على الباب شو بدك يقول لي؟ طب انت اليوم رئيس بدك لعيب، شو بتقول له؟ طلع فيني هيك؟ قال لي شكلك، قال لي شكلك ما عم تتمرن شكلك نصحان. هو وقت فت انا لعنده كنت اكثر مره بكون فيها توب جاهز. كنت عم بعمل تمرين كثير عالي مع كوتش وكل شيء، يعني نزل خلص انه انا جاهز. عم طلعت قلت له ايه مضبوط ما عم تتمرن. خلص مظبوط عم تمرن هون، قال لي طيب دغري يعني محضرهم، طيب كيف بدنا نراجع المصريات؟ قلت له اي مصريات؟ قال لي ادفعيهم للسلام لانه مع العلم انه انا مني اخذ منهم ولا 1000. دفعوا 50,000 هني وقتها فيك. منو مظبوط؟ دفعون وتصفت ايدي يعني دفع هي عرفتها من حدا من بيروت، دفعوا مصرياتك انت وقت سفت ايدي يعني انتقل ايدي بمصرياتك وايدي يعني نعمل صيغه يندفعوا على سنه تقريبا لايدي ما بعرف بس مبلغ مش عم بقول لك حدا من بيروت قايل لي اياها يعني من وسط الاعلامي فقداش هو بيعرف المعروف المعلومه ما بعرف بس انه عزمته هو. انا اول شيء لما انتقلت قلت لك انا كان لي مبلغ كثير كبير، يعني فيك تقول المبلغ اللي دفعه النجمة للسلام هو قريب على المبلغ اللي انا اللي مع الفريق تمام. يعني هو يعني انا طلعت خسران، مين خسران؟ انا الخسران، انا مضيت بدون اخذ ما اخذت ولا 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 سنت ما اخذت يعني شو بدي اقول لك احكي لك ما بعرف انت بلا احكي هالقصه. المهم يعني ما يعني فتت قال لي انه انت ما عم بيعنك ما عم تتمرن شكلك ما عم تتمرن او نصحان وهيك، يعني خلص دغري اعطاني مثل اعطاني الخبريه كيف بدنا ترجعي المصاري اي مصاري. قلت له اياها خلينا نشوف هلا خلينا نشوف خلص ما رح تجتمع معي تتفق معي لارجع ولا شو الموضوع؟ قلت له خلص هلا بشوف. قال لي انت مسافر؟ قلت له قصه ماني عارفين لانه عندنا بلبنان كمان في ممكن حيالله حدا عنده واسطه يوقفك على المطار وهذا اللي صار معي مظبوط. فانا الاحد بيتصل فيني احد رفقاتي انا بقول له انا ما هو كثير مقرب مني نهار انا الاحد كان طيارتي اتصل فيني السبت الاحد الصبح اتصل فيني الاحد بالليل طيارتي انا بدق لي بيقول لي اخوي ليه ما عم شوفك؟ قلت له والله انت خلص مسافر اليوم. قال لي عن جد؟ قلت له ايه خلص ما مشي الحال متفقت معه. قام قال لي طيب ماشي بيصل الخبر ماشي وببلش الاتصالات اسمك صار على المطار اسمك ما بعرف وين شو اسمي على المطار؟ لا اسمع على المطار ممنوع تسافر لشو قتل عتيق انا وشو عامل؟ لا اخذ مصاري ولا ما فهمت شو هال
بدل ما اعمل لك هيك سؤال يعني حكي الساعات بس انا ما كمان بحتفظ فيه. فقلت اتكل على الله واحمي حالك وامشي. لا حكيت مع حدا بعرفه انا، قلت له شفت شو الوضع، خدمني في يد، قال انه ما في شيء، ما في اصلا، ما في حدا يحط اسمك انه شو عامل انت بالنهايه، بس ممكن كيف كانت تصير يخلوا حدا يتحركش فيك، فهمت كيف؟ وتعمل قصه مشكله وياخذوك وتروح لك الطياره مثلا، هيك هذه كانت. فانا اتكلت على الله وحملت حالي ومشيت. رحت عن جد رحت بوقتها على المطار، كنت كثير كثير موتر، كثير موتر يعني، أكيد. حسيت حالي عن جد عايش بغابه وما في حدا يقول لك، ما في حدا يحميك. رحت اتكلت على الله مظبوط. والحمد لله يعني، هي طرت ما ارتحت لطلعت الطياره، هي طلعت الطياره عن الارض، قلت ما بقعد قلت على خلاص. لبنان، هي اول بدايه قلت ما بقعد على لبنان، لانه شو هال شو هال شو هال شو يعني شو هالقصه الميليشياويه مثل ما بيقولوا اللي صارت معي، يعني شيء مخيف. فقلت خلص ما بقى ارجع على لبنان، وجيت لهون رجعنا صرت شو بدي اعمل يعني، بتعرف انت واحد خلص حياه جديده هون، بدك تشوف بدك تلعب فوتبول. انا عقدي بالمناسبه يعني في كثير ما بيعرفوا، انا عقدي مع النجمه بعده بعد فيه سنتين ونص يمكن سبعت فيه، بعد عقدي ماشي معهم. فطلعت لهون شبت انديه ومشى حالي مع كذا نادي ودفعنا على مصاري. طيب طلبوا الاوراق، الاوراق وين؟ بالنجمة. بالنجمة. هلا بالمنطق اليوم، بالمنطق انه انا اليوم انا ماني اخذ شيء منك، كيف ليش شو بدي ارد لك مصاري؟ شو بدي ارد لك؟ ما انا نفس الشيء مثل ما انت حطيت، انا نفس الشيء حطيت يعني، يمكن انت اوكي دفعت علي بمحل، دفعت لنادي ما بعرف شو، بس انه ما فيك تيجي كمان تجي تقول لي تعطيني المصريات اللي هن المبلغ الاكس اللي هو. فجيت انا هون حكيت معه قلت له يا اخي انا هون صاير لي شيء مرتب، وانا هون اذا مشى الحال، مشى حالي وعملت مصاري منيح، انا وعد هيدا يعني انا بيرجعوا كل المصريات وكل شيء على تمام. قال لا بدنا مبلغ كذا كذا كذا، وصارت فتي يا محامي، صار بدك تمضي مع بعض شو بدك مدري شو، اتخلص ما بدي اياها. فانا اخر نادي اتفقت انا وياه وكل شيء، وحتى اخذت شغل عنده بالاكاديمي، عرفت كيف؟ يعني كنت عم اقول لك انا قبل ما فيك تعمل كوتش هون لفئات عمريه الا ما يكون عندك شهاده يعني، او تعمل فورماسيون شيء مثل فورماسيون على سنتين وهيك يعني، شغله منها هينه. او اذا كنت بروفيسيونال بحق لك تمرن اعمار معينه خالص من 6 سنين لتسع سنين او شيء، اذا كنت بروفيسيونال بتمرن نفس بتلعب نفس النادي، عرفت كيف؟ بحق لك تاخذ ساعتين او 4 ساعات بالاسبوع. فهذا اللي صار، رجعنا فتنا من هذا بالموضوع المصاري وكذا، صار كمان وقفت قصه مصاري وما مصاري ومدري شو. فقلت انا هلا هالسنه خليني اريح شوي، انا كان عندي بدي امضي 6 شهور بس وما فيها مصاري كثير، عرفت؟ فقلت خلص ريح هالموسم، ولا الموسم الجاي بنشوف شو بدنا نعمل. صار في احتمال انه انا ممكن يعني، انا بقول لك بحب العب بلبنان واسمي تحت بلبنان وعائلتي تحت بلبنان بلدك بالنهاية، محل ما ربيت، اجتماعيات تحت أحلى، كل شيء أحلى، أوكي مستقبلك بلبنان يعني مثل بيقولوا مجهول، بس إنه حلو الإنسان يكون عنده يعني يضله أكيد. ببلده. وجد قصة الكورونا، راحت يعني ما عاد عندي ولا تخطيط بخصوص مستقبلي كفوتبول، وأقله هو هون يعني. هلا موضوع إذا حدا إذا عم تسألني هلا موضوع إنه ممكن أرجع، برجع وبقول لك انا عقلي مع النجمي بعده موجود، وبعده الحلم اللي هو اي لاي لاعب، بعده الحلم موجود اني العب قدام هيك جمهور يعني، بعده والعب باسم نادي النجمي. بس للاسف المنظومه اللي مستلمه مش كلها يعني، في اوادم كثير كثير، في اوادم بالمنظومه، رواد مزهر استبعد الدنيا عم خليك برا كمان ولا تلاحق ليك في حدا فاقه بيقول لك هو ما شاف. ليك هالشهاده، ليك طلع هالشهاده من مين؟ انسان مثل رواد مزهر، شو بدك تعمل انت؟ شو بتقول؟ ما في معك، ما هيك هيعمل لك شو بلوين؟ شو بدك انت؟ شو ممكن تعمل؟ شو ممكن ترد؟ مش بس رواد على فكره، كثير عالم، كثير حدا خاصه بالشان بالفوتبول، كثير عالم نفسه على نفس خاصهم بالفوتبول، تخيل لوين بيعرفوا شو ممكن يصير بكره وبعد بكره، بيعرفوا كل شيء، بيعرفوا الفوتبول وين رايح، بيعرفوا التركيبه، بيعرفوا انه ولا ممكن تتغير، مثل كيف تركيبه البلد عندنا الماشي غلط، تركيبه سوري مش اشخاص بالاتحاد، تركيبه الفوتبول كله بلبنان غلط مظبوط. ولا ممكن نروح على الصح،
طبعا اليوم انا قلبيا قلبي بلبنان وعقلي بلبنان وكل شيء بلبنان ماشي، بس مثل ما هلا عم يقول رواد، وانا هذا اللي كنت جاي هلا احكيه، انه انا وقت انا قبل ما اكون مزوج كنت مستعد ضحي، وضحيت بكثير اشياء، ضحيت بعلمي انا كمان الفوتبول، مستعد كنت ضحي بكثير اشياء كمان الفوتبول، بس هلا صار في عائلتي بالضبط. انا كنت عم اقول برجع على لبنان اذا في ضمانات. ضمانات شو؟ ما راح لاقيها، مش راح لاقيها. ضمانات مظبوط كثيره، مش ماديه، ما بدي ضمانات ماديه، مش ضماناتي بس مظبوط ماديه. معك حق بس اليوم للاسف ما بقى في ثقه عنا، ما بقى في ثقه بكل شيء موجود عنا بلبنان، باي قطاع، وخصوصا الرياضه. انا كان عندي حلم ما تحقق بالفوتبول، احترفت وعملت اسم، اللي عجبه واللي ما عجبه، اللي بيقول عني لعيب واللي بيقول عني مش لعيب، هذا ما بقى يهمني. عرفت كيف؟ اللي بيهمني انه انا كان عندي هدف رسمته وصلت له، كان عندي هدف واحد وحرموني منه والله لا يسامحهم، كل حدا حرمني منه، هو اني العب بالمنتخب. وانا كنت بستاهل العب بالمنتخب، لانه في كثير اسماء وهن بيعرفوها شخصيا، بيعرفوا انه انا كنت بستاهل اكون بالمنتخب بكثير محلات، مع السلام سنتين ورا بعض بستاهل العب بالمنتخب. في سنتين سن ورا بعض. تلت أفضل خطوات كمان. انت تخيل لوين؟ وعلى فكره بهيدي القصه كمان صارت فيها تفنجي، يعني حتى ليك حتى اعلامنا بمعرض المطارح، اعلام الرياضي عندنا كمان، سوري من هالكلمه، كمان فاسد. بعض المطارح كمان فاسد. شايف هذا الاحتفال؟ دقوا لي، وبطرس كرم بيتذكر هذا الموضوع، مدير الفريق، دقوا لي قال لي منافسه بينك وبين عباس عطوه على افضل لاعب نص ملعب بلبنان. كنت انا رايح على اول تاني تمام، نعم وبتواصلوا معي ثلاث ادارات، بحق لهم كل اداره صوتين او شيء، بيقولوا لي نحن صوتنا لك، وفي اداره منهم صوتت لي انه على اساس بدهم يجيبوني لعندهم. رحت لقيت محمد حيدر مركز ثاني، وانا اخذ يا صوت يا اثنين، مع انه ثلاث اربع عندي حكوني قبل ما اوصل انه اعطيناك الصوت نحن، وبعرفهم. طب كيف ركبت هيك؟ وقتها محمد حيدر كان في محله، حدا على اليمين بده يطلع، سوري عم احكي هالكلام، هذا اللي صار، عم احكي لك هذا اللي صار بوقتها. شوف لوين، بس انا في حدا كثير مهم ما بعرف مين، نسيت الاسم مين هو، فما له محل، قام جابوه حطوه هون. هو بقى محمد حيدر كان بوقتها ما عم يلعب نص ملعب، كان محمد حيدر عم يلعب قدام يمين او شيء. رواد عم انا عم بقول لك انه ما بلبنان ما بيحبوا اللعب الجريء اللي بيقول كلام مثل ما هو هذا اللي صار بيحبوا معي، هذا اللي صار معي انا للاسف. انا لعب اوكي، الحمد لله في كثير عالم بتحبني، اللي بيكرهوني سماع عشروني، بيكرهوني على السمع، بيكرهوني على بيسمعوا عني انه عمر زين الدين شو بيقول عنه، مدري شو متعجرف، شو بيقول، بيحكي كثير، بس انا بحكي الحقيقه مشان هيك. وانا كذا لعيب بيحكي علي، كذا لعيب ومن اقرب الناس لالي، حضر بيقول لي انت بتحكي كثير، ليش تطلع تنتقد كذا، طلع في هيك انه انت قادر تبيض، انا ماني قادر ابيض، انا ماني قادر ابيض. وهذا اللي صار. لك انا بماتش من الماتشات، انا بماتش من الماتشات اجى مدير فريق، مدير فريق ماشي، بتعرف شو طلب مني؟ على الان هو مدرب، قال لي بتخسر، كنت انا لعيب مؤثر بالفريق، قال لي بتخسر الفريق للمدرب يطير. كيف بده يمشي بالبول بلبنان؟ قلت له انا اوكي، قلت له انا اوكي، قام ربحنا الماتش، قام بيدق لي، لا وحكى شو قال لي كمان؟ قال لي بتخسروا الفريق وبتطلع على الاعلام بتقول المدرب هو اللي سبب خسارتنا مشان يطير المدرب. ربح الفريق، لعبنا وقتها ماتش العمل، بدق لي بيقول لي خرجكم، خلي السيد عسكم. بعدين تحت الهواء بخبرك خبري. اوكي هيدي بعدها معي بالوثائق. طيب انه انا كيف اليوم، كيف بدنا نمشي فوتبول بلبنان؟ كيف بدنا نمشي؟ كيف انا بدي ارجع اوثق بلبنان وارجع العب بلبنان؟ لا معك حق، ما في ثاني. يوم هو بيقول لي اذا يوم بيقول لي الاتحاد قال انت بتحكي كثير، يوم بيقولوا لي انت مدري شو، يوم يعني ما خلصوني منكم، حطوا حطايا، انا مثلا حط حطايا، طلعت حكيت انه والله كلنا بندفش، او انه انا مقلل عن الفلان الفلاني ما بيعرف يلعب، لو ما بيعرف يلعب ما عم يلعب بالسويد، قصدي على اخوان ملكي ما عم يلعبوا بالسويد، انا ما قصدي عليهم هيك. انا يوم العالم عم تطلع تحكي انه والله ايه اوكي هيدا بيلعب من قلبه، بدك لعيب يلعب من قلبه؟ عندنا بلبنان عالم تاكل الارض بس اعطوها فرصتها. ما هيدا كان عم بقول انا، ما سبت، ما قلت شيء، وقامت علي العالم. ما هي كمان في مشكله، كمان اليوم بعض الجماهير عندنا بلبنان كمان عندهم مشكله. وللاسف يا مروان، اخر جمله حتى تحكي انت، سوري عم احكي كثير هلا لانه تحمست بالعكس كثير. كلمتين انت تحكي معنا. في عندنا عالم عاملين صحفيين، يعني هلا عندهم صفحات وعندهم الاف، عندهم صار مشاهدين عم ياثروا، بس
مظبوط. صاحبه فلان الفلاني في نزل له بوست، هيدا اللاعب اللي جه بالمنتخب، والله العظيم هو على المنتخب، والله العظيم هو على المنتخب، هو لاعب يحكي الكلام ده على بعضه، هيدا مش منه دارس، مش انا عم اقلل من انتوا ك يمكن قيمته كشخص على راسي وعيني، بس انت اليوم من شغلتك وين فايت لي بيها، وعم يعطوه ودبسوه يدبسوه ساعدوه، عم بيكون بمطارح منه مؤهل لقلها، منه مؤهل لقلها. في مرة كان في البريس كونفرنس للمدرب اللبناني ليفيو، كان عم بعتها ماتش جوب كوريا، جاي كان عم نحكي وعس هو بعد الهدا انه الكوتش قريب من القلب، فبنحكي مع بعض نحن كصحفيين له بلا ما نكون مسجلين، يعني ما بيكون حكي رسمي. فكان في صحفي واقف عم بيقول له شو بده يلعب خطه ما لعب هيك، يعني انه بالاخر نيم له انه هداك دارس باوروبا، جاي عم بيعلمه كيف بده يلعب بخطه، يعني ما لانه ما هيك لانه هيك لانه عم اقول لك لانه هيدا هيك يعني عنده امير عود هو حصر جزء، يعني ما اعرف اذا حدا بيعرف، بيعرف هو لازم يكون بيعرف كيف اجى على لبنان وكيف راح على الانصار وهيك، يعني وكان ضحك. وانا بعرف انا بعرف الصامي وبعرف وين كان قاعد، كان قاعد معنا وشربنا نحن بعصير وبسطنا بالاوتيل وتسبحنا وكل شيء، ثاني يوم ليه عم يلعب ضدي يا عمي، تعال قال لك انت كنت معي امبارح، فهمت كيف؟ وسبب انه نقول منه لعيب ومنه خارج ومنه ما بعرف شو، واخر شيء لعب مع احسن فريقين بلبنان، هو منه منيح. ما عم اقول لك خلص، ما هي صارت بلبنان، هي هذا مشكله بلبنان، انا بدي ارجع، انا بدي ارجع، انا ميت لارجع. بس شوف العالم اذا هلا بتعمل احصاءات، هلا ما بده مصلحتك اللي بيهمه والله انه بس انا حكيت انه بلا بلا انا حكيت، بس بيقول لك انه ارجع ويا مدري شو يا مدري شو. هلا بسؤال بلبنان يا اخي، لك انا عملت انا من اسبوع عملت مثل حمله لدعم العالم الفقيره، تمام؟ حكيت مع لعيبه، والله العظيم يا مارون في لعيبه اسماء بلبنان، اسماء عندها جمهورها. قلت له ليك احنا عم نعمل كذا، فيك تتبرع بشيء؟ قال لي ليك بتصدق انه انا هلا انت عم تتبرع، انت عم تحاول هلا تجمعه، انا بحاجه له، يعني هو بحاجه للتبرعات. شو بدك تقول؟ شو بدك يعني ضلي اقعد بلبنان عم تزقف لي انت الوفي انت الوفي، وبعدين مظبوط بعدين مظبوط بعدين ولا شيء، انا ولا شيء، بقعد بروح بموت على باب المستشفى، اكثر شيء بيعملوا لي بينزلوا لي بوست اللاعب فلان الفلاني عم يموت على باب المستشفى ادعوا له. هذا اللي صار عبد الفتاح شهاب، كنت انا تعرف شو عبد اسمع عبد الفتاح شهاب يقول هذا اكيد هذا عايش مثلي مثله بيعيش مثلنا قد ما عبد الفتاح شهاب، هلا حرام هذا الزلمه مش طاير فيه، شو نزلوا له اخر شيء؟ جمهور الانصار شو نزلوا له اخر شيء؟ الله يشفيك ودعانك ولك اللعيب، هو شو استفاد؟ ولا شيء ولا شيء مزبوط ولا شيء. انا بحس حالي بعز دين وعطائي بالفوتبول، ولما رحت وصلت على نادي مثل نادي النجمه انا بعتبر حالي انحرمت، مين حرمني؟ قيمين على اللعبه حرموني لذه اني لسه اكمل حياتي بالفوتبول، انا بعد مش بعد انا بعد حابب اعطي بالفوتبول، بس انا انت اصلا ما وصلت لعمر اصلا انا بتعتزل عم اقول لك، وقادر وزلمه كثير بحب التمرين، وانا بعدني هلا بتشوفني جاهز اكثر من 20 لاعب عم يلعب هلا انا ما بوقف تمرين دائما جاهز يا اخي، لعبي بدمي وضحيت لها كثير، بس انه بتطلع هيك انت وبنقهر، والله بنقهر بتطلع انه نياله عم يلعب، برجع بتذكر هو عم يقول نياله عمر برات لبنان وبيحكون يعني بيتواصلوا معي انه انت نيالك، تخيل هلا قرر انزل على لبنان، سوري على الكلام سوري، كل العالم يقول لي يا جحش انت حمار انت كذا، هيك حيقولوا لي هيك حيكون الحكي، انه ولو حدا بيسخله يقعد برا بده يجي يعيش هون بلبنان. بدي اسالك سؤال عن اندونيسيا، ليه ما جعت كفات هونيك؟ برافو عليك، سؤالك حلو. لك في انا شهود، في شهود على اللي عملته، على اللي كنت عم اعمله باندونيسيا. رواد ما بعرف اذا الساعه عم يسمعنا، من اسبوعين او اكثر، شو اسبوعين يمكن، نزل شيء عن حسين الدور انه جاب جول، انه حكى عنه شيء، ما انا رديت له، ما انا كتبت له انه سبحان الله، وقت انا كنت عم العب باندونيسيا نفس الدوري ما حدا كتب عني نفس الشيء، الصفحه الوحيده اللي عم تكتب عني هي اف اي لبنان، وانا دائما بحكيها الصفحه الوحيده اللي كان عم يركضي وراي وعم شو بعمل هي انتم، وانتبه وما حدا كان يعبر، ما حدا حتى ما حدا يعمل لايك، صدقني ما حدا يعمل لايك، انا كنت عارف شو كنت اعمل، هلا عم اقول للعالم، انا اخواني انا كنت اقوله انقله لرفيقي، ينزلها عنده على الفيسبوك وقول له اعملوا شير، هيك يصير
شويه شويه انا هكتب عن حالي على الفيسبوك وقد سجل عمر زين الدين. والله ما عم بمزح معك، انا عن جد انا وقت كنت هونيك اتعذبت كثير كثير. انا جبت جول، انا وقت جبت جول اول جول جبته لهونيك عملت هيك، اذا ما بتتذكر عملت هيك، تعرف عن جد من قلبي عملتها، انه وطن، انه انا انا يا اخي لبناني، انا لبناني، زلمه لبناني، قولوا لي مرحبا، ما حدا حكى فيني، ما حدا ولا قال شيء، ولا حدا قال شيء، صار في استبعاد منتخب انا كده، وحياه الله باندونيسيا عامل مكسر الدنيا، مكسر الدنيا والله. يا محمود العلي نوى اذا عندك تواصل معه فيك تحكي معه، محمود العلي كان الايجنت عم يدق له يقول له كرمال الله خلي عمر يصبر شوي. اوكي كنت عم العب مع نادي متواضع انا، بس كنت عامل فرق كثير كبير معه، صار تجيني العروض انا خلال الدوري، صار يجيني العروض، صار يجيني عروض خلال الدوري. طول بالك بس شهر شهرين، انا بوقتها لاقول لك شو صار، انا كنت مزوج جديد، كان صار لي يمكن شهر مزوج وجيني العرض. واللي ما مظبوط. بيعرف، واللي ما بيعرف باندونيسيا وباريزيا وهول، مش بلبنان يعني تلعب تروح من طرابلس على بيروت ساعه ونص وبترجع ثاني يوم عند عائلتك، لا انا باندونيسيا كنت عايش بالطياره يعني. مثلا الاثنين عندي، الاثنين عندي ما عم بمزح معك، عشان الاربع عندي ماتش، سافر الاثنين ماشي، نوصل الاثنين بالليل نرتاح، الثلاثه التمرين خفيف، الاربع ماتش، نسافر الخميس على منطقتنا، يكون عندنا ماتش السبت، نلعب السبت، يكون الاثنين عندنا ماتش، هيك بتمشي. ف ف ف مستحيل مرتك تعيش معك. وطلعت جرب، طلعت مرتي، مرتي طول الوقت نايمه وبالطياره طول الوقت كنت سافر، ما كنت حشوف حالي على الارض، كله بالجو. حتى محمد غدار كمان حكي عن هيك معاناة عنده بماليزيا يعني. 100% انا عن جد تعبت كثير وما لقيت دعم يعني، انا عن جد اللي دعمني انا عائلتي يعني، انا عائلتي بس دعموني واقرب الناس لألي. وانا طلعت وبالفعل، وبتفيك تسال حي الله حدا طلع على ماليزيا او اندونيسيا اول فتره بدك تتعذب فيها، اكلك غير، شربك غير، المنطقه اللي كنت فيها ما بيحكوا انجلش، ما بيحكوا، بيحكوا لغتهم. مظبوط. عانيت كثير، كنت قضيت وقتي صرت بالاشارات ما يفهموا علي لا انجلش ولا شيء، تعبت كثير. رغم وحتى هيك انا عندي هدف الوقت بدي اوصل، الوقت غير وحياه الله. عائلتك رحت على ماتش، رحت على ماتش مره، رحت على ماتش عملت فيه اسيست، هذا الماتش والله العظيم ما بتصدق، ماني نايم الليل، ماني ما بعرف الظهر عصر ماني عارف وين، طول الليل قاعد على التخت هيك اقول يا الله يا رب تنيمني، رحت على الماتش ماني نايم، تخيل 24 ساعه قطعوا وانا ماني نايم ولا نص دقيقه، لعبت ماتش كمان العمر الحمد لله جبت فيه، عملت فيه اسيست يعني. يعني اليوم والله غير انتم ما حدا ابدا ضوى علي ولا شيء. نرجع على قصه المنتخب، هونيك صافي استبعاد منتخب طلع وقت جاد نور الدين، جاد نور الدين هالفتره كان عنده اصابه صار له اسبوعين ما عم يلعب بالدوري، انا هونيك كان جايب جول وعمل اثنين اسيست ورا بعض، وحكيين علي حتى على الاعلام عندي حكيين عني انه هذا لاعب كثير مهم وكذا، وانه شكله هذا حيعمل فرق السنه بالدوري وله كذا، انه من افضل لعيبه الاجانب اللي اجوا على هذا على الدوري، ولا استدعوني ولا شيء، ولا كانه في عمر ولا حدا حكى فيني. قال 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 حاول حدا يتواصل معهم مع كوتش معروف في لبنان، قال له كان هو خاصه بشيء بالمنتخب، قال لك عمر زين الدين ليش ما عم تستدعوه؟ قال له مين عمر زين الدين؟ بعرفه انا؟ قام قال له لك ايه؟ قال له كان يلعب مع السلام، قال له لك شو بيلبس شو رقمه؟ شو رقمه؟ طلعت هيك خلص بقى له خلص عن جد خلص، وهذا الكوتش شو رقمه؟ جاي في جولين قبل ما اطلع انا عن اندونيسيا، قال شو رقمه؟ بس خلص شو ما بعرف يعني يعني فتعبت كثير باندونيسيا اول فتره. نرجع على موضوع اندونيسيا ليش ما جددت؟ وموضوع اكيد عائلتي زوجتي يعني صارت زوجتي عايشة يا عمر عم تسمعني؟ ايه انا عم اسمعك، انت عم تسمعني؟ شو بده امين يونس؟ خلص عمر يلا جو ايت سام، جو ايت سام فتي اللي طعميني فتي بدها فتي على فكرة امين بيحب بطنه كتير، ها بيحب محروم من الاكل منيح هلا بروفيشنال هيك، ما في ما بيمن الاكل، اجى لعندي لهون على البيت عم بسمعك مقطش، بس انه الانترنت صار سيء جدا هلا،
من عندي انا يعني. طيب يلا، ما ماشي غريب، ماشي غريب، ماشي غريب. ايه، فانا بدي اشكرك كتير على الوقت اللي اعطيتنا اياه. حبيبي انت، وعن جد انبسطت فيك، وانا ثانك يو لك. برجع وبقول لك الصفحه الوحيده اللي كانت عم تتابع كل المحترفين، يعني انا بحس لو ما انتوا وشي اثنين صحفيا ثلاثه بينعدوا على الاصابع، يعني اللعيب المحترف برا ولا عنده حدا حيعرف فيه ولا حتى اهله حيعرفوا فيه. فثانك يو لكم، هذا واجبنا كان يعني. وان شاء الله فيه. بدي اقول شغله، عندي بس شغلتين بدي اقولهم على السريع. اول شيء الله يشفي كل المرضى بالكورونا، والله يخلص هالفيروس، نخلص منه ونرجع كلياتنا لحياتنا الطبيعيه، وترجع العالم ترجع العالم لاشغاله، وخصوصي لعيبه الفوتبول يرجعوا على حياتهم الطبيعيه. والشغله الاخيره حقولها هلا عبركم انتم، وان شاء الله بدي بحكي انا وياك بنرجع فيها موضوع المساعدات كلاعيبه فوتبول. انا حابب، انا عملت اول مره مساعدات وان شاء الله ونجحت. عم بفكر اعمل وحده هلا اول رمضان، بتعرف انت رمضان والعالم ما معها تاكل والعالم ما بعرف شو. فمن خلالكم انتم بتمنى يكون في دعم للحمله اللي انا بدي اعملها، وان شاء الله المصاري توصل للعالم اللي عن جد بالفعل بحاجه لها. وميرسي لك. أكيد نحن بنحكي بنلاقي طريقة الهوا وما تعترهم أكيد يعني، واجب إنساني يعني، نحن ماشي أكيد حبيبي، بندعمه يعني. ثانك يو لك، وعن جد انبسطت بالحديث معكم، وكنت كثير مرتاح، وحكيت كثير قصص ما كنت بدي احكي فيها قبل وما كنت ناوي احكي فيها اصلا، أكيد بس هذا واجبنا. وجهك بشوش اسم الله عليك، وخليني احكي كل شيء. بالعكس هذا اللي بدنا إياه نحن. وما أكيد سلمت على العالم، ما قلت لهم ثانك يو كل اللي حضرني والنطر، والله العظيم بكبر فيكم وكثير بحبكم، وان شاء الله يا رب بلدنا بيرجع بلد بينحكى فيه، بلد يحترم العالم، يحترم اقله، خلينا نحكي مجالنا، يحترم اللاعب، يقدر اللاعب، وان شاء الله بنرجع بنلتقى اذا الله راد. أكيد أكيد قريبا. مبدئيا حاسمع كلمه رواد مزهر لألك. إن شاء الله نشوفك بالفيفا لكن. شكله هيك. حبيبي يلا يا رب، إن شاء الله إن شاء الله خير. ماشي تصبح كثير، عاطل حبيبي، باي. أنتم أهله.